مساء الخير واهلا بكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. عندنا فقرتين النهارده وعندنا اخبار كتيره. الفقره الاولى مع الفائزين في مهرجان مصر دوت بكره للافلام القصيره، معانا مجموعه من الفائزين. زي ما احنا عارفين ده يعني دي ان جي او مهتمه ب يعني افلام الشباب وافكار الشباب وتمكين الشباب، وبيرأسها علي فرماوي، مهندس علي فرماوي نائب رئيس مايكروسوفت. وهنشوف اجزاء من الافلام الفائزة في المهرجان. وأيضا هيكون معانا المهندس محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب أو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، وهيتكلم عن مشاكل الصناعة، إيه هي مشكلات الصناعة، التحديات اللي قدام التصدير، ليه التصدير بينخفض، العلاج لده إيه، الحاجات اللي لازم نواجهها، إيه القرارات اللي لازم نتخذها. النهاردة صدر بيان مهم جدا من مجلس الوزراء بيرد بالحقيقة من المجموعة الاقتصادية، بيرد على ما تقريبا بشكل اندايركت يعني او بشكل غير مباشر بيرد على ما قالته مؤسسه ستاندرد اند بولز بالامس من يعني مجموعه من الانتقادات للاداء الاقتصادي المصري اللي كان بسببه حصل تغيير في النظره من ايجابي الى سلبي او من مستقر الى سلبي. مجلس الوزراء الحقيقه في بيانه النهارده ده اظن يمكن أهم بيان من فترة طويلة جدا، بيتكلم على أنه الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات، هذه إصلاحاتنا، هي ده اللي احنا هنشتغل عليه، هو ده اللي احنا بنستهدفه في الفترة المقبلة. وبالتالي بيؤكدوا أن هو لا تراجع في الإصلاحات ولا تراجع في الوتيرة الإصلاحية. وأيضا بيتكلموا عن الاستثمارات، وهي دي الحقيقه يعني عنق الزجاجه، انه الاستثمارات وجذب الاستثمار وتحريك القطاع الخاص هو ده الاساس في فكره العائد، مش بس الضرائب، مش بس اصلاح النظام الضريبي، ولكن الاستثمارات. النهارده في ايضا في بيان مجلس الوزراء طرح لعشر لحوالي اراضي بحوالي 100 مليون جنيه من الاراضي الصناعيه، هنشوف الاراضي الصناعيه دي فين ونحاول نفهم، لان دي بدايه طرح الاراضي الصناعيه. يعني انا لما اسمع اشوف في بيان مجلس الوزراء بدايه طرح اراضي صناعيه ابتدي اقول احنا كده بنشتغل، لانه قبل كده احنا الحقيقه يعني احنا محتاجين نشغل الصناعه، الصناعه هي اللي هتشغل الناس، هي اللي هتخفض نسب البطاله. النهارده معدلات البطاله ظهرت 12.7%، ودي تقريبا نفس معدلات 2015، قلت حوالي 0.1%. ده معناها ان احنا محتاجين نشتغل اكتر على صناعات كثيفه التوظيف، صناعات كثيفه العماله، علشان نقدر نستهدف البطاله. الشباب عندنا 30% من هذه البطاله من الشباب. يمكن المثير للاهتمام ان البطاله في الصعيد بقت اقل من البطاله في الحضر، وده مهم جدا. احنا لازم يبقى لازم نفهم ان الصعيد بيشتغل والصعيد عنده واضح ان ابتدت يبقى عنده فرص عمل، بينما الحضر البطاله فيه اقل بشكل او اكتر بشكل كبير. دي معدلات دايما، الارقام دي لازم نقراها ولازم ندرسها ولازم نذاكرها ولازم نشوف طيب هو ده السكه الصح ولا احنا لازم نعدل الطريق. مش عيب ان احنا نقرا الارقام نعدلها نظبطها نشوف احنا محتاجين، ما احنا الارقام دي بتعبر عن اهداف، الأهداف لازم نوصل لها بعمل معين، باتجاهات معينة، بأداء معين، بتمكين للقطاع الخاص. وهفضل أقول تمكين للقطاع الخاص لأن هو ده المشغل الحقيقي للعمالة في مصر وفي العالم كله، يعني في العالم كله. عندنا أخبار كتيرة وهنتكلم على تغيير شكل الخارطة الإعلامية في مصر وخارطة ملكية القنوات. يعني كان أعلن النهاردة في 13 تقريبا عن صفقة مهمة جدا باع فيها المهندس نجيب ساويرس محطة أون تي في للمهندس أحمد أبو هشيمة رئيس حديد المصريين، ودي صفقة مهمة جدا هتؤدي لتغيير الخريطة، تغيير خارطة الإعلام. هنتكلم عن هذا الأمر بعد قليل. أحمد أبو هشيمة ما اشتراش بس أون تي في، ولكن أيضا اشترى الشركة المالكة لجريدة صوت الأمة،
وده برضو يعني لازم نحط تحتيه خطين. احنا كنا بنتكلم انه الصحافة المكتوبة والصحافة الورقية بتفقد قيمتها وبتفقد اهميتها في السوق. من الواضح انه لا، لما يكون واحد زي مهندس ابو هشيمة بيشتري محطة تلفزيون وبيشتري ايضا جريدة اخرى وهو يملك طبعا او له يعني حصص في واسعة في اليوم السابع، الموقع والجريدة، اذا دي محط دي يعني في بروفيتابيليتي او في يعني ربحيه ما من هذا الامر، رغم ان طبعا احنا عارفين انه نتائج المحطات معظمها هي نتائج خاسره نتيجه منافسات يعني غير عادله من محطات عربيه، نتيجه يعني انفاق عالي جدا على الانترتينمنت. يعني في مجموعه من المشكلات الهيكليه في الاعلام، هنكلمكم بعد قليل عن يعني تغير خارطة ملكية الإعلام المصري. كده نجيب ساويرس يخرج من ملكية محطات التلفزيون تماما ويبقى له بقى حصة في المصري اليوم، موقع فيتو المصري يعني مصراوي، يعني حصص كده في هنا وهناك، ولكن يخرج من ملكية التلفزيون تماما. قبل ما نتكلم عن الأخبار، الدنيا حر جدا، يعني الجو رهيب النهارده، الجو فظيع وحر قوي، ويعني درجات الحراره ما اعرفش وصلت كام، يعني احنا كنا في العربيه حاسه درجات يعني الترمومتر عمال يعلى 42 43 44 مش عارفه كان رايح فين. درجه الحراره مرتفعه جدا، محافظات كتيره منها الاقصر وبالذات في الصعيد لغوا الورديات النظافه في الظهيره، في مباراه كان المفروض تعقد في اسوان تم تاجيلها. يعني الحقيقه انه الحراره، درجه الحراره مرتفعه بشكل كبير. هل هتستمر الحراره الى هذا المدى لحد امتى؟ خلونا نشوف التقرير التالي ونرجع نشوف درجات الحراره اولا وبعدين نتابع الاخبار. زمان علمونا في المدارس في حصص الجغرافيا ان جو مصر معتدل صيفا وشتاء، لكن من الواضح ان جغرافية زمان حمادة وجغرافية دلوقتي حمادة تاني خالص. مولنا مصر جوها معتدل صيفا دافئ شتاء، مفيش الكلام ده، جو موت بنسيح. توقع درجة الحرارة كام النهاردة؟ يعني على الأرصاد بيقولوا 42 بس هي يعني 50 مثلا. متهيألي 45 أو 50. تقريبا 49 50. تعدي ال 47 ممكن توصل ل 50 بس ما أظنش إن الأرصاد قالت 50 علشان ما يدوش أجازة رسمية. الحرارة ده من 45 وأنت طالع، أقل من كده ما صدقش. الجو ده أول مرة يعدي علينا، أنا حاسس إن إحنا في السعودية أو في دول الخليج. ومع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة كل واحد بيحاول يتغلب عليها بطريقته. الجو حلو جدا، عايزين نقلع بالبوصة، الجو حلو قوي. مية بقى على طول ساقعة معايا، التكييف طبعا شغال على طول في الشغل وفي العربية وفي كله. تحس إن إحنا في فرن خلاص، يعني عارف بقلب الجهنم. الحر مسيحني زي ما أنت شايف كده، بعصر هدومي وأنا ماشي في الشارع. الدنيا حر، مواصلات زحمة، الطريق قافل. جبت جاز، الواحد مش مبطل يعني بيشيروا ميه قطر ما تنفس، دوبنا من الحر خلاص، يعني مش قادرين نستحمل، بتاع الشقه ولع بالحر. ربنا يكون في عوننا بقى ونكمل الصيف على خير. ومع التحذيرات المتتاليه لهيئه الارصاد الجويه من استمرار ارتفاع درجات الحراره، نقدر نقول كلنا وبقلب جامد لفصل الشتاء ولا يوم من ايامك. هشام الرباط، هنا العاصمه. احنا طبعا كلنا ماشيين بالمراوح، يعني في اي مكان تكييف مش تكييف كلنا ماشيين بالمراوح، يعني في كل مكان، لان التكييفات مش شغاله. يعني التكييفات تقريبا ما هي بتنزل درجه الحراره قد ايه؟ بتنزل درجه الحراره 10 درجات عن بره، لكن في النهايه انت حاسس ان انت قاعد في فرن. يعني الله يكون في عون الناس اللي في الصعيد. دكتور وحيد سعودي متحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. دكتور، يعني لحد امتى كده الجو بهذا الجو ربيع بالشكل اللي احنا فيه ده؟ يعني النهارده وبكره وان شاء الله من يوم الثلاث هتنكسر هذه الموجه بانخفاض حوالي 10 درجات مئويه. 10 درجات مره واحده؟ اه 10 درجات، وبكره في انخفاض حوالي 4-5 درجات، لكن هذا الانخفاض غير محسوس. يعني النهارده طبعا القاهره سجلت 44 درجه. 44 لكن بكره في 40 او 39 درجه. ده نعمه، 40 دي نعمه جميله، دي طراوه 40 دي. اه طبعا ده جميل جدا طبعا. طب والصعيد يا دكتور يعني 46 درجه حوالي. وطبعا درجات الحراره اللي احنا بنعلن عنها دي بتقاس في الظل،
في الظل تحت أشعة الشمس المباشرة. يعني بس بتقول لي انك خلال يومين هتنكسر 10 درجات. ان شاء الله يوم الثلاث الامور ترجع لمكانها. يعني القاهره حوالي هيبقى منتظر ليها 34 درجه، وهو ده المعدل الطبيعي بتاعها خلال هذا الوقت من العام. طب نصايح للناس يا دكتور بقى، ايه النصايح للمواطن عشان ما ياخدش ضربه شمس؟ يعني اهم حاجه طبعا زي ما بنقول كل يوم لازم يكون هناك غطاء للراس اثناء وجودنا خارج منازلنا، زي شمسيه او كاب او اي شيء من هذا القبيل. يجب بالفعل ارتداء الملابس القطنيه الفاتحه واحتساء السوائل بقدر الامكان على راسها طبعا المياه. ميه هذا اللي بدات تذهب للبلاجات. من افضل الاوقات التواجد عليها هو الصبح بدري او قبل غروب الشمس. استاذ قائد المركبات على الطرق السريعه يجب الاطمئنان الدائم على دوره تبريد السيارات وقيمه الضغط الجوي داخل طارق السيارات. ما نسيبش ولادنا الصغيرين في العربيات مقفوله، لان درجه الحراره داخل صالون السياره اعلى بكثير، ونسبه غاز ثاني اكسيد الكربون بتزيد مع زياده فترات رفي السيارات تحت اشعه الشمس المباشره. شكرا دكتور وحيد سعودي متحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. اذا الحراره بكره تبقى 40 طراوه، وكمان يومين تنكسر 10 درجات. طيب خلينا نشوف وضع المترو. محمد عبد الهادي متحدث باسم احمد عبد الهادي متحدث باسم هيئه المترو. استاذ احمد، الوضع في المترو ايه؟ لانه مفيش تكييف والناس بتتعب جدا في الحر ده. وعليك الوضع في المترو ان المترو يعمل بكامل طاقاته حاليا. ان المترو احنا دفعنا بشراء 20 قطار مكيف للخط الاول، ثمنهم 2 مليار و200 مليون جنيه. تم تشغيل حتى الان 13 قطار، زي 7 قطارات بندفع كل اسبوعين بقطار. القطارات جايه 11 قطار من شركه روتم الكوريه، وعندك 9 قطارات من شركه السيماز الهيئه العربيه للتصنيع. ده ان شاء الله جاي قريب. لكن النهارده يا فندم كان يعني الناس كانت بتفطس من الحر، وكان في ناس جالها اغماءات من كتر الحراره. فيعني هل كان في اسعافات؟ هل كان في يعني الوضع في المترو صعب شويه؟ مش المترو، الوضع في مصر كلها. في مصر كلها ايوه، بس المترو طبعا عشان مكان مغلق. يعني حضرتك احنا بالنسبه لمترو الارساء تم عمل صيانه بجميع وسائل التهويه بالقطارات والمحطات النفائيه. تم زياده المراوح بالقطارات القديمه اللي موجوده بالخط الاول للمترو. يتم الدفع بقطارات اضافيه في حاله الزحام والتكدس بالمحطات. عندنا رفعنا الطوارئ، تم رفع حاله الطوارئ بجميع نقاط الاسعاف الموجودة بالمحطات. عندنا حوالي 20 نقطة إسعاف بالخطوط الثلاثة، تم زيارتهم بمهمات الإسعافات الأولية. وإن شاء الله بإذن الله إحنا بنحاول ندري، يعني الشركة بتدرس دلوقتي حاليا، اتعاقدت مع إحدى الشركات الأسبانية لدراسة كيفية تركيب تكييفات داخل القطارات القديمة اللي هي في الخط الأول. بشكرك استاذ محمد عبد الاحمد عبد الهادي متحدث باسم هيئه المترو. النهارده طبعا الحقيقه الناس اللي كانت في المترو برضو كان وضع صعب جدا. ميه، نلبس ملابس قطنيه، ده الطبيعي. يعني احنا ده في بيد احنا لسه في بدايه الحر، ومره رمضان بقى ده احنا هنقضي ايام جميله، بس يعني يفضل الجو بتاعنا لطيف وجميل. طيب اهم صفقه اعلاميه في يعني مؤخرا كانت وقعت بين رجل اعمال المهندس احمد ابو هشيمه والمهندس نجيب ساويرس، عقد استحواذ شركه اعلام المصريين على كامل اسهم قناه اون تي في المملوكه لنجيب ساويرس. شركه اعلام المصريين اصدرت بيان بعد التوقيع اكدت فيه سعي الشركه لاستعاده الرياده المصريه في الاعلام وصناعه التلفزيون والدراما من جديد وفق قواعد تنافسيه طموحة. والشركة أشارت في بيانها إلى أن خطوة استحواذ على أون تي في ستتبعها خطوات أخرى تدعم الهدف الأساسي للشركة، وهو استعادة الريادة المصرية وتقديم إعلام تنموي شامل. وتؤكد شركة إعلام المصريين أن خطوة الاستحواذ على قناة أون تي في تأتي كخطوة أولى ضمن مجموعة خطوات ومشروعات إعلامية ومستقبلية أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا في مجال التوسع في إطلاق المحطات التلفزيونية وشركات الدراما وإنتاج المسلسلات، فضلا عن مشروعات أخرى على صعيد الإعلام الرقمي والبث التلفزيوني عبر الإنترنت من خلال مجموعة قنوات موجهة للشباب على الشبكة العالمية.
بالإضافة إلى إطلاق محتوى إعلامي باللغة الإنجليزية وبكوادر مصرية تساهم في الرقي الإعلامي. أحمد أبو هشيمة قال أن خطوة الاستحواذ تأتي تقديرا للدور الكبير الذي لعبته أون تي في في رقي الإعلام من خلال الرؤية الوطنية لنجيب ساويرس. وأيضا أكدت أنها تأتي استكمالا لهذه الرؤية الوطنية ودعما لها عبر استثمارات طموحة تستهدف وضع القناة على خريطة التأثير المحلي والإقليمي وإحياء شاملا للقوة الإعلامية المصرية من خلال التأكيد على الخط الوطني الثابت لهذه القناة ومن خلال اقتحام القناة لمجالات عديدة في أو جديدة في الإعلام التلفزيوني الاحترافي عبر ضم برامج جديدة ومحتوى درامي متنوع يستقطب قطاعات واسعة من المشاهدين. وشكروا طبعا نجيب ساويرس وفريق العمل في أون تي في على ما قدموه. طيب احنا هنا بنتكلم على انه يعني لو احنا دلوقتي خلونا نشوف كده الخارطة الإعلامية المصرية. عندنا تلفزيون الدولة بمحطاته، عندنا في قناة جديدة هتطلع اسمها دي ام سي، عندنا احمد ابو هشيمة بيشتري اون تي في، عندنا استثمارات اماراتية في محطة تن، عندنا قناة سي بي سي لمستثمرها الرئيسي محمد الأمين وقناة النهار لمستثمرها الرئيسي علاء الكحكي. دي الخريطة تقريبا اللي عندنا. وطبعا عندنا الحياة، ما زالت الحياة يملكها الدكتور سيد بدوي مع وجود يعني كلام في السوق أن هناك مستثمرين إماراتيين يسعون لشراء قناة الحياة عبر فند آخر، يعني في فند وفي مستثمرين إماراتيين يسعون لشراء الحياة وأيضا شراء دريم من دكتور أحمد بهجت. طيب دي الخريطة، الخريطة الملكية. خلونا نحاول نفهم هل خريطة الملكية تعكس في الأساس خريطة سياسية. دكتور سامي عبد العزيز الخبير الإعلامي طبعا، مساء الخير يا دكتور، وعميد إعلام الإعلام طبعا إعلام القاهرة الأسبق، مساء الخير يا دكتور. كيف تقرأ الخريطة بعد هذه الصفقة؟ أول هحاول أوصلها من زاوية إيجابية. أنا أعتقد أنا وحضرتك وأي مواطن بيتمنى يكون في مصر كيان إعلامي كبير قادر على المنافسة الإقليمية وقادر على إنه زي ما سمعت كده يعكس الرؤية الوطنية، مع إني ما بفهمش كلمة الرؤية الوطنية. أيوه أنا بس عايز أشوف مجموعة الجمل الرؤية، لأن وقفت بس قدام جملة واحدة يعني، وأحمد أبو هشيمة صديق عزيز ليا، بس يعني إيه الإعلام التنموي الشامل يا دكتور؟ نعم أنا برضو الترمينولوجي دي أو المصطلحات دي عارفة ممكن تخلق ده أكتر من علامة استفهام. أولا علامة استفهام في مدى احتراف من سوف يمتلكون مثل هذه الكلمة، لأن المصطلحات دي شوية يعني عارفة موجودة في الكتب لكن ما تبقاش فيها يعني التنوع من التغطية. أنا حاسس على الكلام قوي يعني تحزع كده عشان ما اقولش اي كلمه فيها اي نوع من الشفق او سوء. ايوه انا كلنا ايوه كلنا، لان الموقف طيب. ايضا ان الاساس بتناقش الخطوه دي بتفتح اسئله كبيره واقواس كبيره. طيب يا ترى هو الفصل بين الملكيه والاداره حقيقه في مصر يعني وحاجه ثانيه. طب نسب الملكية، لأن سمعت في البيان قريت الاحتواز بنسبة 100%، خلي بالك من الحتة دي. طيب أنا ما أعرفش وتعرفوا حتى خبرتي المحدودة في المجال الإعلامي محدودة جدا يا دكتور، اتفضل. إنه في نسب متعارف عليها وسقف بيقف عنده حجم الشركاء في هذا، لأن الحقيقة مصر فيها برضو ظواهر غير طبيعيه. يعني انت قلتي فزت كمالك على بعض مرات غير مصريه في بعض القنوات. بتعلمي الناس وسافرتي بره وعارفه ان الاستثمار راس المال في الاعلام والتحليل في القنوات بحكم القانون قاصر على ابناء البلد، حتى في امريكا اللي هي اعتى ما نقول الملكيه الخاصه في الحريه الاعلاميه، انما ممنوع على غير المصري
على غير الامريكي اسف ان يتملك هذا. ده برضه هيفتح لنا سؤال تاني، طيب هو اقتصاديات الصنعه ديت محسوبه؟ يعني انت قلت جمله في غايه الوضوح وفي غايه الاستقامه. انا اعتقد معلوماتي برضه اللي اقل من محدوده، ها يا لميس، ان ما افتكرش ان في مصر قناه مكيفه. لا خالص. يعني لا احنا كل القنوات في مصر، يعني مش هتكلم بس على التلفزيون المصري بيتكبد خسائر كتيرة، انا بتكلم على ان كل القنوات نتيجة المنافسة غير العادلة مع القنوات العربية اللي بتنفق ما لا طاقة لنا به، كل القنوات بتخسر. بالضبط. فده برضو سؤال تاني. طيب هل النهاردة تفكيك الملكيات دي هل ما كانش ممكن يحصل نوع من التكتل الواضح الكبير ويتقال بوضوح ان مصر عندها كيان اعلامي كبير؟ بالعكس ده ممكن يبقى شيء يساعدنا طبعا. مش كده؟ هل يا ترى اتحط دراسات جدوى بتقيس مستقبل؟ يعني انت عايز اقول لك اذا كانت الصحافه بيقال انها داخله في مراحل في اللايف سايكل بتاعها راح ناحية انها تبقى ديكلاين. طب على فكره وانت اعتقد عارفه ان هيبقى الصراع بعد فتره ما بين شاشتين، شاشه الموبايل شاشه الكمبيوتر، يعني حتى السمارت القنوات التلفزيونيه العاديه بيتراجع، وما عادش في حاجه اسمها قناه جديده، في حاجه اسمها بورتال بتتكلمي على منصه كبيره. طيب برضه عندي سؤال تاني، يا ترى هل سياسه اون تي في ده ليها علاقه بالشراء او بالخطوه دي؟ بمعنى انه في رؤيه لتغيير سياسه اون تي في، مع انه بيان الاستاذ احمد الرشينه انه بيحترم وبيحافظ على هذا، ما افتكرش لانه اتقال لي كده بحكم معرفتك انت المباشره بمهندس نجيب واحمد الرشينه، وانا بمعرفتي الاثنين ما اعتقدش انه التوافق الفكري والسياسي مساحه كبيره. ده تصورات شخصية. لا يعني هو البيان واضح يا دكتور، احنا بنتكلم في اعلام تنموي شامل، اعلام يقوم على الحاجات الوطنية اللي هو الخط الوطني الثابت، يعني في جمل اعتقد انها كاشفة. مش عايزة كلام بس عايزة اقول انا بتمنى، وهنا بقى هحط ثلاث سطور وهقولهم بمنتهى الشجاعة، هحاول اشوف. ايوه انا عايزه الشجاعه بتاعتك عشان انا انطلق وراك. هقول يا لميس، هو احنا فعلا بنتكلم في استثمار اعلامي مستقل حقيقي؟ وده سؤال. سؤال كبير، هل ده اعلام قائم على فكر استثمار تجاري حقيقي؟ لانه لو قلت لي غير كده معلش تمهلني، ما اقدرش استوعب، يعني صعب عليا، لان بتهيألي لرجال الاعمال في العالم كله مهما كانت درجه الوطنيه في شرايينهم وفي الدي ان ايه بتاعهم، لكن اعتقد برضو ان بزنس البزنس، يعني في اهداف تجاريه. هل ده هل عندنا طول النفس في صناعه ثقيله زي دي يا لمي؟ يعني الحقيقه انا بامانه شديده ساعه ما نزل الخبر وانا قاعد حقيقي تبدأين تبص على الخريطة لقيت التعقيدات مش بسيطة والخطوط فيها تدخلات. إنما أنا لا أملك أن أقيد حرية المهندس نجيب طبعا وقت معين يقرر، ولا من حقي أوقف أمام المهندس أحمد أبو هشيمة أنه يستثمر في الصناعة بتاعة الإعلام. إنما ما زلت بسأل وهسألك سؤال أغلبي، أتمنى أن أنت تساعدني في الإجابة عليه. يا ترى هو فين البورد أو فين مجالس الأمنة اللي في مثل هذه المؤسسات بقى اللي هتحط السياسات؟ خلي بالك، لأنه اللي يقول مصطلح إعلام تنموي بيتهيألي يعني ده عايز حد بتاع سيكولوجي وحد بتاع سيكولوجي مش كده ولا إيه، وحد بتاع اقتصاد وحد بتاع سياسة، يعني الحكاية كبيرة يا لذيذ. طب خليني انقلك من الملكيه للمهنه بقى يا دكتور، ودي شغلتي شغله حضرتك، يعني خلينا بعيد عن الملكيه والفلوس والكلام الكبير والسياسه وهل هي معناها مؤثره. نتكلم بقى على المهنه.
فكرة ان احنا عايزين نعمل اعلام ينافس يستعيد الريادة المصرية، استعادة الريادة المصرية دي جملة دايما بتتقال على اعلام الدولة، يعني دايما بسمعها من على بيانة اعلام الدولة انه استعادة الريادة المصرية. لما نقول انه يعني طبعا هيطلقوا حاجة بالانجليزي، واظن ده اعظم حاجة ممكن حد يعملها انه يطلق حاجة بالانجليزي، لكن فكرة انه نستعيد الريادة المصرية، ننافس المحطات الاقليمية. انا هنا عايز اكلمك على المهنة يا دكتور، القضية مش فلوس ومش استحواذ، القضية في المهنة نفسها، في البروفيشن نفسه، في المهنة نفسها. هل يمكن ان احنا نعمل محطة اقليمية توازي المحطات اللي موجودة عربيا؟ سؤالك في محله. لو بصيتي كده في عدد الخبراء اللي يقدروا يعملوا زي ده، بالتالي هم متفتتين دلوقتي، متوزعين في اماكن مختلفه. هل يا ترى الكيان ده هيلم ذا بيست اوف ذا بيست، او القمه بتاعت هذه الاشياء؟ يعني مثلا اي سؤال لي ممكن ترد عليا بصراحه؟ بلاش بقى اسئله يا دكتور النهارده، وانت ايه بس النهارده بس اتفضل. لا سؤال. لو عرض عليك انك انت بحكم اجازتك اللي دلوقتي مع الدرجه الانجليزيه تنضمي لهذا، لو عرض ايه؟ معلش ما سمعتش. لو عرض عليا ايه يا فندم؟ عرض عليك ايه يا فندم؟ بحكم اجابتك اللغه العربيه والانجليزيه، لا انت سامعه، قلت انك عامله لا ما عارف، انت سامعه السؤال. لو عرض عليك ان انت تكوني احد اعضاء هذا الفريق، ممكن توافقي؟ انا ما سيبش سي بي سي ابدا، ما سيبش مهندس محمد الامين ابدا. ده عظيم، ده نوع من انواع الايه؟ ولاء عنيف يعني، ولاء متناهي يعني. دي محطتي، انا بنيت المكان ده، فده انا شريكه في المكان ده، مش بفلوس، انا شريكه في المكان ده في كل طوبه فيه. طيب السؤال يا لبيب، هل وده سؤال جامع شامل، ما تسالنيش سؤال تاني يا دكتور لو سمحت. حاضر مش سؤال تاني، حاضر، لكن هقول بقى. طيب هل يا ترى كنت عارفه بقى، اسعد جدا والله العظيم لو كنت سمعت من بين افكار هذا الكيان اكاديميه محترفه تطلع كوادر تتكلم بلغه العالم؟ ما هم عندهم اكاديميه اون، واعتقد ان دي اكاديميه مهمه جدا الحقيقه. ولكن معلش مع احترامي يعني، لا انا بتكلم، انت عارفه انا اقصد ان انا بتكلم على كلمه اكاديميه. نعم. معناها بتتكلمي في جمع ما بين خبرات عالميه ودوليه، لان انت اعتقد عارفه على سبيل المثال انا واحد من انجح التجارب اللي شفتها مؤخرا في رشا توديل، انت عارفه كويس قوي ان مستوى امريكان، صحيح، المان الجزء الثاني مصري، يعني خلينا نستنى ونشوف ماذا سيحدث. احنا بنشرح للناس شكل الخريطة، وبنقول ونحن مقبلون على رمضان، وده معناها انه طبعا واضح ان الصفقة دي كانت في المطبخ بقالها فترة، لانه definitely اون لها نصيب من مسلسلات رمضان، فبالتالي هنشوف ده معناها انه لان اون ما كانتش بتعرض مسلسلات كتيره، لو لقينا المسلسلات بقت كتيره على اون، ده معناها ان الصفقه دي في الكيتشن بقى لها مده. طب اخر نقطتين ميلاني، اخر نقطتين ممكن؟ اتفضل. اول نقطه فيهم هو ايهما اسهل يا ديس من فاهم اعلام؟ لا مش سامع يا دكتور، لو تعلي صوتك. حاضر. لو بنسال نفسنا سؤال برج التفاني اعلام، ايهما افضل واكثر تاثيرا؟ ان انا اعمل قناه تتكلم بالانجليزي، ولا ان انا اروح اشتري محتوى لقناه اخرى ناجحه اوريدي اذا كان عندي اجتهاد في وسط الاموال الكبيره، وابقى ضامن التاثير المبكر؟ لان انت عارفه انك لما بتحط الليبل على اي قناه، صدقيني من اول يوم انت عارف هي جايه منين ورايحه فين، وما بتتشافش. ولا يعني في رد تاني الا اذا كنت عايز تغير سياسه هذه القناه، واظن عند هذه النقطه بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور سامي، عشان انا يعني انت بتجرجرنا بقى في سكك مش كويسه. بشكرك دكتور سامي عبد العزيز. خلوني بس اقول حاجه فيما يخص هذا الامر، المهنه هي الاهم، والمهنة هي ما نعتصم بها. اتغيرت الملكية ما اتغيرتش الملكية، في النهاية لا نستطيع أن ننافس إلا بمهنة، لا نستطيع أن احنا ننافس وريادة والكلام ده كله إلا بأدوات مهنة نحن نمتلكها. المصريون يمتلكون
مهنة جيدة. المصريون هم الأفضل في حاجات كتيرة جدا في هذه المهنة. المصريون هم الخبراء اللي بياخدوهم في كل المكان، لكن السيستم بقى وهنعمل قناة إخبارية ولا مش قناة إخبارية هو ده الأمر اللي بيختلف، ولكن المهنة هي الأساس في هذا الأمر. وهنشوف ونتفرج ونشوف ماذا سيحدث لكل السوق الإعلامي. لكن أنا بالنسبة للسؤال اللي قاله دكتور سامي، أنا سي بي سي ده بيتي، وأنا بيتي اللي أنا بنيته، فأنا يعني متمسك كبير النهاية. النهاردة كان في الحقيقة أعتقد بيان مهم جدا لمجلس الوزراء، اللجنة الاقتصادية، اتكلم على أمور كثيرة جدا، راجع يعني أهداف الموازنة، اتكلم على طرح 10 مليون متر أرض، أنا قلت 100 هو غلط، 10 مليون متر أرض صناعية بحق الانتفاع، واتكلم أيضا على الحقيقة تطورات في مجال النقل. معي على الهاتف سيد وزير النقل دكتور جلال السعيد. بعتذر يا دكتور على الإطالة وإن أنا أبقيت حضرتك على الهاتف مدة طويلة. اهلا اهلا استاذ نبيل، اهلا بيك وكل اهلا بيك يا دكتور. يعني لو تقولوا لي، لو تشرح لنا وتشرح للناس ماذا تم مناقشته فيما يخص النقل النهارده في المجموعه الاقتصاديه. هو النهارده كان في موضوعين اعتقد ان هم مهمين جدا لوزاره النقل في المجموعه الاقتصاديه، واحنا بقالنا مده كنا بنجهز فيهم. يعني الموضوع الاولاني كنا بنتكلم على عمليه، على مشروع ضخم جدا في ميناء الإسكندرية، مؤداه محطة تداول بضائع ومحطة حاويات باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، استثمار مباشر من أحد كبريات الشركات الصينية التي سوف تقوم بإنشاء هذه المحطة على مساحة 500 ألف متر مربع في ميناء الإسكندرية. وبالإضافة طبعا نفس الشركة دي يعني بتمول هذا المشروع بتمويل حكومي صيني، بالإضافة إلى تمويل إضافي من الشركة نفسها. والمشروع ده أول ما ينتهي هيصبح ملكية كاملة لميناء الإسكندرية، والشركة هتاخد عوائدها من عوائد تشغيل المحطة اللي هي بالعملة الصعبة طبيعي بحكم ما يحدث في المواني المصرية. فده مشروع ضخم كبير هيسهم في تنمية ميناء الإسكندرية وزيادة طاقة التداول فيه بحوالي 12 مليون طن إضافي في السنة، يصل لحوالي 75 مليون طن طاقة تداول في ميناء الإسكندرية. فده كان احد المشروعات، وده مشروع، ده استثمار مباشر قادم الى الدوله. ده مهم جدا، يعني انا اول ما اسمع استثمار مباشر ببقى سعيده. بالظبط كده. وبعدين الحاجه الثانيه، القضيه الثانيه اللي احنا عشناها النهارده هي شراء وتوريد عربيات سكك حديديه للدرجه الثالثه، هنجيب 700 عربيه ايضا بتمويل حكومي، تمويل بقرض حكومي، وإن شاء الله بإذن الله يمكن خلال أقل من 12 شهر من دلوقتي يبدأ التوريد إن شاء الله بإذن الله. وده يعمل نقلة نوعية كبيرة جدا. طبعا الناس بتشتكي من نوعية عربيات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ودي ما حصلش فيها أي تطور. يعني ده مهم قوي للناس، انك تقول لهم ان العربيات الدرجه الثالثه هيتم فيها التطوير، لانه ده مهم للناس الحقيقه انهم يسمعوا. ده عربيات جديده، احنا بنتكلم على عربيات، العربيه هتتكلف حوالي 10 مليون جنيه. الناس بقى تحافظ عليها يا دكتور، بقى الناس تحافظ عليها يا ريت. بالظبط كده. فدي دول الخبرين الكويسين اللي انا يعني جات لي فرصه بقى ما دام ستك طلبتيني. ده انا ابقى سعيده ان انا حضرتك تقول لنا الاخبار الكويسه دي. سؤالي بقى دكتور، النهارده بصراحه يعني يوم حر، لكن الناس تعبت قوي في المترو وتعبت في القطارات الحقيقه، لانها طبعا غير مكيفه. امتى يعني هتبقى كل الحاجات دي مكيفه، لان واضح ان جونا اتغير؟ لا بص سيادتك، هو طبعا زي ما احمد قال لسيادتك من شويه وانا سمعته، انه احنا في عندنا طبعا بعض الخطوط مكيفه بالكامل من الاول. يعني خطوط الخط الثالث مكيفه، معظم عربيات الخط الثاني مكيفه، الخط الاول احنا تقريبا دلوقتي استبدلنا العربيات نصها اصبح مكيف الان، واحنا في سابلنا للاستعواض
وإخراج العربيات القديمة من الخدمة وإدخال عربيات جديدة، وبرضو دي مكلفة حتى أكتر بقى من عربيات الشكك الحديدية. لكن أنا أعتقد المترو النهاردة كان أرحم من أماكن كتيرة في القاهرة في الشمس طبعا، مصر كلها كانت حر النهاردة بصراحة يعني. صحيح. بشكرك دكتور جلال سعيد وزير النقل، خبرين الحقيقة سعداء يعني، خبرين مهمين جدا، فإحنا سعداء أنه دكتور جلال هو قاله لنا في هذا البرنامج. أنا وقفت في بيان مجلس الوزراء عند كذا حاجة. أولا موضوع طرح 10 مليون متر أراضي صناعية بحق الانتفاع طبعا، وعربيات السكة الحديد اللي اتكلم عليها دكتور جلال، لكن الحقيقة أنه طرح الأراضي ده معناها أن احنا ابتدينا نشتغل، أنه يبتدي الصناعة تاخد أرض في محافظات مختلفة ويبتدي نشتغل ويبتدي نشغل الناس، ده أول شيء. الجزء الثاني هو كان بيعرضوا بقى الموازنة وإزاي الأهداف اللي من 4-6% معدلات نمو، وهنا الجزء بقى اللي تقريبا فيه رد غير مباشر على تقرير ستاندرد اند بولز بالأمس، وتؤكد الحكومة بأن تطبيق الإصلاحات وإحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي المالي والاقتصادي سيعمل على تحسين الوضع الإنمائي للبلاد وسيرفع من ثقة المستثمرين ومن جاذبية السوق المصري، وهو ما يفتح مجالا لرفع معدلات التصنيف الائتماني لمصر بمرور الوقت وبما ينعكس على خفض تكلفة التمويل أمام الاقتصاد المصري. أنا بشكر المجموعة الاقتصادية على الجملتين دول، لأنه أحيانا بتصدر تقارير وإحنا بنطنشها ونقول إيه لا 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 مش حقيقي، يا جماعة إحنا لازم نشوف العالم بيقول علينا إيه ونتعامل على هذا الأساس ولا نخفل ما يصدر من تقارير. هذه الجملة بتؤكد أن الحكومة أو إن الحكومة مصرة على برنامجها الإصلاحي وإنها لا تتراجع فيه، والبيان أكد تطبيق VAT أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الميزانية أوريدي دخلت مجلس النواب، البيان المالي خلال أيام قليلة، وبالتالي إحنا بنتكلم في حركة إصلاحية هتشتغل. أنا سعيدة بهذا البيان، أظن إن ده واحد من أهم البيانات اللي صدرت عن المجموعة الاقتصادية. دايما بيانات المجموعة الاقتصادية الحقيقة في الفترة اللي قبل التعديلات الوزارية كانت بيانات إنشائية كلها وضرورة ولازم العمل، كأن الحكومة دي جاية من حتة تانية من بنها من منطقة أخرى خالص، لكن الحقيقة إنه هنا الحكومة بتواجه بتقول أيوة أنا عارفة أن عندي مشكلات، أيوة أنا عارفة أن عندي تباطؤ اقتصادي، أيوة أنا عارفة أن عندي مشكلة بطالة، لكن أنا مستمرة في إجراءاتي الإصلاحية الاقتصادية. الرز هو حديث كل الناس، أسعار الرز هي حديث كل الناس في الأسواق في البيوت عند الفلاحين، ومعضلة غريبة جدا هو ليه الرز غالي؟ شوف التقرير ونرجع. تجدد أزمة نقص الأرز التمويني خلال الأربعة شهور الماضية وسط حيرة المواطنين الذين ألقوا باللائمة على المسؤولين. نقص ملحوظ في المعروض من سلعة الأرز في غالبية المحال التموينية والجمعيات الاستهلاكية، إضافة لارتفاع أسعاره من 4 جنيهات إلى 5.5 جنيهات للكيلو الواحد، ولم يتسلم البقالون التموينيون سوى 20% من حصتهم الشهرية. ما فيش رز، وبجيب الرز بره ب8.5 اللي هو الاكياس، والتاني ب7، وانا على قد حالي وجزي مش شغال حكومه، وظروفنا على قد يعني، لما اروح اجيب كيلو رز ب8.5 هنعمل ايه بعد كده؟ انا اروح يقول لك ما فيش، خد جبنه بدلها، خد حلاوه، خد مربى. كل شهر الاقي كل حاجه ناقصه، مره الزيت، مره الرز. ما فيش رز، بيبقى لنا 5 شهور على كده، جابوا لنا طن قبل كده وكنا بنوزعه بالتساوي عشان الناس تاخد. أما في السوق الحر أو في السوبر ماركت ومحال البقالة فقد تراوح سعر الكيلو بين 7 إلى 10 جنيهات حسب النوع والجودة. كان في رز تعمل عليه أوفر وكده وأسعار كويسة وخفيفة على الزبون وكده، لكن فجأة كده لأن الأسعار كلها رفعت. الرز غلي بحاله، فأكيد الأسعار بحالها تغلى، لأن الرز بره 7.5 يعني الساب 7.5، أكيد اللي هنا متغلف أكيد يعني 8-9. صانوس الرز ما بين 9 و7 و8، ما فيش حد يقول لك رز ب6 هتجيب ايه، هتجيب تراب. ويرجع بعض المراقبين ارتفاع الاسعار نتيجه لسياسه التخزين التي يتبعها تجار الجمله واستمرار تهريب الارز للخارج، لتظل الازمه قائمه وتبحث عن التدخل الحكومي السريع لحلها. طارق احمد، هنا العاصمه.
استاذ رجب شحاته رئيس شعبه الرز باتحاد الصناعات. استاذ رجب، ايه مشكله الرز؟ ليه الرز غالي؟ ليه واصلين للارقام العاليه دي؟ مساء الخير استاذه نميه. مساء النور، اهلا بيك. وكل سنه وحضرتك طيبه وجميع مشاهدينا وانت طيب. الامه الاسلاميه بخير بقدوم شهر رمضان. يا رب امين. هو فندم احنا ما عندناش حضرتك مشكله في الرز، المشكله عندنا عشان نوضحها مشكله في اسعار الارز. الارز متوافر داخل جمهوريه مصر العربيه وعندنا ما يكفينا وهيفيض ان شاء الله للعام القادم. كل حضرتك كل محل بقاله وكل سوبر ماركت وكل فرع من السلاسل الكبيره للشركات الكبيره زي كارفور او زي هايبر او زي اولاد رجب او زي بترو عندهم خمس ست اصناف من الارز. الارز حضرتك ما وصلش للاسعار اللي بيتم الاعلان عنها. ليه بكام؟ لا يا حاج بس معايا، خليك معايا. بالرز بكام بيتباع بكام دلوقتي؟ احنا بنتكلم في 7 جنيه. الرز حضرتك من 5 جنيه ل 6 جنيه، هو في بعض شركات من اول العام من اول محصول الارز ما طلع وهي حاطه سيستم لنفسها وبتبيع رز ب 8 جنيه وب 8 جنيه 95 قرش. دي حضرتك من بداية العام والناس دي عاملة ماركة وعاملة اسم وبتبيع، اللي عاوز ياخد منها ياخد. لكن حضرتك الرز النهاردة في منافس هيئة السلع التموينية على البطاقة التموينية بأربعة جنيه ونص. في حضرتك في المنافس الأخرى اللي هي على نقط الخبز بأربعة جنيه 95 قرش. أيوة ده اللي على بطاقة التموين، ده اللي على بطاقة التموين، تمام. لكن التاني ده اللي الدولة دعماه، لكن الرز السايب اللي موجود اللي هو يعني مش احسن انواع بستة وسبعة جنيه. حضرتك الرز السائب في الاسواق من 5 ل 6 جنيه، اقصى حاجه من 5 ل 6 جنيه. واللي في بطاقه التموين يا حاج رجب بستة وربع، هم الشباب بيقولوا لي في بطاقه التموين بستة وربع. لا يا فندم، لا يا فندم، ايه بس؟ ما الناس هي بتشتري. حاسب وزير التموين عليه. حضرتك بطاقه التموين ب 4 جنيه ونص ولا عن نقط؟ ده نوع ما يتاكلش اكيد ابو 4 جنيه ونص ده يا فندم، موجود في بطاقه التموين حضرتك. ايوه بس لا بس النوع الجيد اللي هو اللي هو في على بطاقه التموين بستة وربع مش ب4 ونص. يا فندم حضرتك بطاقه التموين او وزاره التموين بتاخد نوعيه واحده اللي هي الارز الكامولين والمعبى 1 كيلو في 6 مونيشن حضرتك 5% كاس. طيب الوزاره بتستلمه. طب يعني انت في رايك المشكله فين؟ مفيش مشكلة يا فندم، وحضرتك برضو الأسعار بترتفع نتيجة الإشاعات زي ما الدولار ارتفع. الدولار كان حضرتك ب 8 جنيه في الأسواق، الإعلام وصله ل 11 جنيه. الإعلام برضو هو اللي رفع الدولار. حضرتك اللي بيرفع أسعار السلع الغذائية أو أي حاجة في مصر الإشاعات. الإشاعات حضرتك إحنا النهاردة وبعدين نعمل حل حضرتك نقاطع الرز 15 يوم. نجبر المستهلك، نخلي المبيع هو المستهلك اللي يحدد السعر مش المبيع. طيب. مش اللي بيبيع. خليك معايا حاج رجب، خليك معايا. انا معايا الاستاذ محمود العسقلاني مواطنون ضد الغلاء. يعني موضوع الرز ده يا استاذ عسقلاني ايه وضعه بالظبط؟ ايه يعني ايه سبب ارتفاع اسعار الرز؟ يعني بيتاخد من الـ من الـ من الفلاح بجنيه وجنيه ونص بنوصل ل 7 جنيه و6 جنيه حتى. هقول لحضرتك يا استاذ لميس من الاخر كده. من الاخر اولا يعني الكلام بيقول حاج رجب ده يستدعي ان احنا ناخد الاعلاميين وناخد المستهلكين معاهم ونوديهم مستشفى العباسيه ولا احنا السبب في كل حاجه او انهم بيخطرفوا او انهم عايزين يتعالجوا نفسيا. احنا كمستهلكين محتاجين علاج نفسي، وانا اتصور ان ده يعني مهمه كبيره جدا على الحكومه الحاليه. على الجانب الاخر الاعلاميين برضه محتاجين علاج نفسي. يعني حد يقول لي ما الحاجه قدامنا. يعني الاستاذ رجب بيقول لك دلوقتي انه من 5 ل 6 جنيه. طب يا عم اديني ب 5 جنيه بكره، ايه رايك بقى؟ انا هاخد منك 20 طن رز وهروح اوزعهم في المنافذ الجماعيه، اديني ب 5 جنيه. طب نسمع بعض. استنى يا استاذ عسلان، اتفضل يا حاج رجب. الاستاذ محمود صديقي لسه سايبني دلوقتي وقال انه واخد رز من المنصوره ب 4 جنيه ونص. انا حضرتك يا استاذ محمود انت واخد رز من المنصوره ب 4 ونص؟ حضرتك انا واخد رز لسه عايز شغل، يعني عبات ما اجيبه واجيبه من المخازن واجيبه مش عارف ايه، انما رز في القاهره عبات ما بيجي محمل بنولون ومحمل بدوشه عايز له مبلغ.
استاذه لميس حضرتك اسمعيني اسمعيني معلش انتوا حضرتك معلش انا اسف انا اسف مليار مره بتخلطوا الامور ببعضها. انت حضرتك بتقولي بيتاخد من الفلاحين تجيني وفكنا ونص، الكلام ده غير موجود اطلاقا، الكلام ده هو اللي بيبوظ الدنيا. طب قول لي الحقيقه ايه، قول لي الوضع ايه يا فندم. الرز حضرتك ما هوش في قلب المضرب عشان النهارده تقول الكلام ده. وبعدين اللي بيتاخد ده شعير حضرتك، شعير ده بيطلع نصه بيطلع نصه قشر وبيطلع نصه حاجه. لا لا مفيش حاجه اسمها نص يا راجل. ايوه انا عايز اوصل للسبب، محدش فيكم بيقول لي ايه سبب ارتفاع اسعار الرز. انا يعني حضرتك حضرتك مفيش مضرب في مصر يقدر ياخد مخزون سنه عشان حضرتك احتفظك بالاسعار لمده سنه. حضرتك احنا بعتنا مذكرات لوزاره التموين والتجاره الداخليه انها تاخد مخزون احتياطي عندها، ما خدتش. فبالتالي اضطرينا ان احنا نستورد 80,000 طن رز يا فندم. ال 80,000 بتقول لي الرز موجود واحنا الدوله قررت انها تستورد لسد العجز، فموجود ازاي يا فندم؟ بدل ما تستورد ما تروح تسدد ثمن الرز اللي بيروح لها الاول والمصريين يورضوا. يبقى الرز مش موجود، يبقى في عندنا ازمه. موجود مين اللي قال ان مش اهو الدوله راحت تستورد يا حاج؟ هو انا اللي رحت استورد؟ الدوله راحت تستورد قرار مجلس وزراء يا حاج. يا فندم حضرتك بس عشان خاطر يبقى الكلام يخش الدماغ، الدوله بتستورد عشان تنزل الاسعار. طيب الدوله ما عندناش رز تستورد عشان تنزل الاسعار وعشان تسد ال- 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 العجز. طب استاذ عسقلاني، استاذ عسقلاني اتفضل. يا استاذ محمود ايوه اتفضل. في رايك ايه سبب، في رايك ايه سبب ايه سبب ارتفاع اسعار الرز؟ سبب ارتفاع اسعار الرز ان الرز سلعه قابله للتخزين، وهناك للاسف الشديد من خزنوا هذه السلعه عند اسعار ضئيله جدا اقل من 2 جنيه حتى حسب كلام الحاج رجب. خلينا نتكلم بوضوح، الرز ده لو اتبيض وطلع منه الهلك اللي هو السريس او ما يسمى بالسريس والحاجات دي، مش هيطلع مثلا 10% هلك. وفي النهايه كيلو رز ما ينفعش يتباع ب 6 جنيه وب 5 جنيه. يا استاذ هو اساسا بس يا هو اساسا المفروض تكلفته الحديه بغاية لما بيبقى رز موجود في الكيس يقل عن 3 جنيه. طيب ياخدوا فيه جنيه مكسب. يا استاذ لما ما ياخدوش فيه 3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه. طيب انا يا نعم يا فندم اسمعيني بس عشان في نقطة حضرتك ما ينفعش تعديها كده. اتفضل يا جماعة. الإعلام مش إن إحنا نقضي وقت بس، عاوزين نوضح الأمور للعالم. أرجوك وضح. حضرتك اطلبي واحد من مضارب القطاع الأعمال عشان يبقى فيه اقتناع. الرز بقى ما يصفيش النص، حضرتك هو بيتكلم في موضوع 10% بيطلع، يعني معنى كده إن طن الرز بيطلع 900 كيلو رز. الكلام ده غير موجود اطلاقا في جميع دول العالم. وعلى فكره ارقى رز وانواع رز وانضف رز هو الارز المصري وبيطلع. طب قول لنا التكلفه قد ايه يا حاج رجب؟ تكلفته من عند المزارع قد ايه؟ ولما تبيضه ولما تعبيه قد ايه؟ قول لنا التكلفه على الهواء، احنا قاعدين اهو نحسبها مع بعض. هي حزمه الدربه. هات رز سعير وانا هضربه لك ببلاش من عندي انا. هات رز الشعير وانا مضربي هشتغل لك ببلاش. مين بقى اللي حارس الرز الشعير يا حاج راجب؟ ده المهم. طيب انا رز الشعير عند الفلاح مش عند التجار، عشان هو انا ما بدافعش عن حد وانت عارف كده كويس يا محمود. يا حاج راجب يعني هو الفلاح هيخزن شعير يخزن كل المحصول عنده؟ يا فندم مستحيل. حضرتك ليه هو الفلاح هزيل عشان خاطر ما يستسلمش؟ الفلاح اخر الحلقه الاضعف في هذه القصه للاسف الشديد. يا فندم طيب. اطلاقا يعني انا واضح ان ده موضوع كبير جدا وانا وقتي يعني صعب، فانا بشكركم شكرا جزيلا. انا وصلني الان من الاستاذ احمد عصام فامي رئيس مجلس اداره صوت الامه انه لا صحه للخبر اللي احنا ادعناه حول شراء احمد ابو هشيمه لجريده صوت الامه. ده خبر كنا عرفناه فواضح ان هو خطا. ممكن يا جماعه نتصل بالاستاذ احمد عصام فامي لو سمحتوا. فده الخبر الحقيقة اللي يهمنا ان احنا نقولها، فارجو ان احنا نتصل بيه. لا هو عايز يتكلم فاحنا ممكن نتصل بيه لتأكيد هذا الخبر. اذا الخبر اللي بننفيه الان هو شراء المهندس احمد ابو هشيمة لجريدة صوت الامة. اذا هو اشترى بس اون تي في ولا صحة لشراءه لجريدة صوت الامة. هنحاول نتصل بيه في الفاصل وممكن يدخل معنا في الفقرة
القادمة. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نبتدي بقى ناخد نشوف ضيوفنا ونستقبل ضيوفنا. وطيب أنا معايا اتصال هاتفي آخر مع الطالب محمد العراقي، واعتقد محمد العراقي ده كان الشاب اللي بتاع الشرقية اللي تمت محاكمته بتهمة قلب نظام الحكم وتم العفو الرئاسي عنه. محمد مساء الخير. ازي حضرتك يا استاذ لميس؟ اهلا بيك يا محمد، قول لي ايه مشكلتك؟ هو اولا شكرا حضرتك لاهتمامك بقضايا الشباب. أشكرك. الموضوع كله ان انا لسه من ساعه ما جهدكم ان انا اطلع بدات بالافراج الشرطي، عندي سنه مراقبه بقى لي 4 شهور بروح القسم زي اي مجرم، يعني لسه ما زلت في نظر الدوله مجرم. وغير ان انا في صحيفه الحاله الجنائيه والفيش والتشبيه انا ما عنديش. انت حصلت على عفو، يعني انت خرجت في عفو رئاسي مش كده؟ لا افراج شرطي. افراج شرطي عندي سنه مراقبه براقب سنه بروح اربع كل شهر امضي في الاسم. وغير ان انا في صحيفه الحاله الجنائيه الفيش والتشبيه عندي سابقه جنائيه، فلما بروح اقدم على شغل واقف حالي مش عارف اعمل حاجه، صاحب الشغل بيبص لي نظره بحس يقول لي انت من ارباب السوابق. الموضوع ده اذيني نفسيا ومخليني خسرت ماضيه 25 شهر سجن، والحاضر اللي انا فيه مش عارف اشتغل وابني نفسي ومستقبلي ان انا لسه لازم اقعد 3 سنين عشان السابقه تسقط. محمد عشان نذكر الناس، محمد يعني كان اتقبض عليه في مظاهره ضد حكم المعزول محمد مرسي في الشرقيه في مارس 2013، وقعد قد ايه في السجن يا محمد؟ كذا 25 شهر، لكن خرج في افراج يعني شرطي او يعني افراج بعفو مشروط بعد ما كان عليه حكم ب 3 سنين. اللي بنطلبه اعتقد لمحمد دلوقتي هو انه يعني العفو يبقى كامل وان السابقه تتشال من عليه عشان يقدر يعيش حياته، يقدم على شغل، ما يبقاش محتاج الموضوع المراقبه انه يروح يمضي في القسم وكده. في النهايه هو تم العفو عنه، خرج من السجن، لكن حياته واقفة، محتاجين ان احنا نخلص الحاجات دي. وانا مرة اخرى بهيب بالناس في الرئاسة والسيد الرئيس انه الحاجات الصغيرة دي نخلصها، ملهاش لازمة، علشان الشباب دول يرجعوا قوة عمل وقوة دفع في المجتمع. هذه قصة محمد العراقي حبينا ان احنا نعرضها لكم. طيب هنخرج فاصل ونستقبل مصر ضد بكرة وافلامهم، وهنسمع احمد عصام فهمي لو حب يتكلم حول نفيه عن صفقة احمد ابو هاشم. مئة وثمانون شابا وفتاة يتنافسون في مهرجان الأفلام القصيرة الذي تقيمه مؤسسة مصر ضد بكرة لتنمية المهارات، والذي بدأ فعاليات دورته الثانية يناير الماضي. وتتيح المؤسسة الفرصة لشباب الموهوبين لاستعراض مهاراتهم وإبداعاتهم الفيلمية المختلفة. احنا عندنا 50% تقريبا زيادة عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت احنا كان عندنا 120 فيلم، السنة دي 180 فيلم. الجوائز عبارة عن 50,000 جنيه وهتتوزع على 7 أفلام، و7 أفلام دولت كمان هيخلصوا أفلامهم أو هيمنتجوها عند الـ3 شركات الراعين المهرجان، وجائزة الجمهور هتبقى 5,000 جنيه، ده غير منحة الإنتاج. أنا سمعت عن المهرجان من السنة اللي فاتت زي بقية الناس، شاركت السنة اللي فاتت، ما كسبتش السنة اللي فاتت بس كان من أفضل 10 أفلام برضو فيلمي الحمد لله. كان عندي إصرار أن أنا أعمل فيلم تاني وعملت فيلم تاني، كنت عايزة أغير وجهة نظر المجتمع بفكرة أنه في مرضى نفسيين وإحنا إزاي مش قادرين نتقبلهم حتى بعد ما بيتخطوا مرحلة العلاج وأن هما يقدروا يخرجوا. هي فكرة الفيلم جات لي من حاجتين، أولاً أن إحنا اسكندرية بقت زحمة قوي، ما بقتش زحمة بس في الصيف، بقت زحمة صيف وشتاء بشكل لا يطاق، واحنا شوارع ضيقة الحركة بقت صعبة. تاني حاجة ليا صديقة هي كان نفسها تركب سكوتر وهي عندها عربية وكل شوية تروح وتتردد وتروح وتتردد، فقررت أبحث عن الموضوع ده عشان نشوف يعني ده كان في البداية ليها. تضمن الحفل عرض جميع الأفلام المشاركة في المسابقة، تم بعدها إعلان الأفلام الثلاث الأولى الفائزة،
ولأول مرة هذا العام خصصت المسابقة منحة إنتاج بقيمة 50,000 جنيه كجائزة جديدة أضيفت هذا العام لدعم الشباب المبدعين. قصة بتتكلم عن رجل وبنته بيشتروا علبة كشري واحدة عشان خاطر هما معهمش فلوس يعني، بس مش بشكل مأساوي كده، بس هي يعني بتلف حوالين علبة الكشري. فيلمي اسمه جزيرة التوت، فيلم روائي قصير مدته تقريبا 20 دقيقة، بيحكي عن ولد صغير أمه قبل ما تموت أقنعته إن اللي بيموت بيروح القمر، فأمه ماتت وهو مرتبط بيها جدا، فبيحاول دلوقتي يعمل مركبة فضائية صغيرة عشان خاطر يروح لها القمر ويعيش معاها هناك. يواجه صناع السينما بشكل عام والأفلام القصيرة بشكل خاص مشكلات كثيرة تتعلق بآليات دعم تلك الأعمال وإنتاجها، ومؤسسة مصر ضد بكرة بجانب أنشطتها الاجتماعية المتنوعة فإنها بهذا المجهود تسهم في إعادة الأمل لإحياء إنتاج الأفلام القصيرة من جديد. نسرين فؤاد، هنا العاصمة. 130 كيلو متر للجنة، التنابلة بابتسم، دي أفلام فازت بجوائز في مصر ضد بكرة. مصر ضد بكرة NGO مهم، احنا دايما بنعرض مهرجانهم، المهرجان بتاعهم والجوائز بتاعتهم للأفلام القصيرة، عرضناها السنة اللي فاتت، والسنة دي احنا سعداء كمان ان احنا بنشوف الشباب من المخرجين الواعدين اللي يعني بيقدموا فكرة مختلفة سواء عن طريق الكارتون، سواء عن طريق الـ يعني الفيلم الروائي القصير او الفيلم القصير. الأفلام دي مختلفة، عين مختلفة، شباب بيقدم سينما مختلفة، وهي دي السينما اللي هتكون موجودة، لأنه السينما عالية التكاليف وباهظة التكاليف ابتدت تتراجع وتتقدم سينما أخرى هي السينما منخفضة التكاليف شوية. خلونا نرحب بالشباب الفائزين وأيضا بالمسؤولين عن المهرجان، أستاذ محمد صلاح عضو مجلس أمناء مصر ضد بكرة، نادين الدريني مدير المهرجان، والفائزين بقى خالد خلة الفائز بالجائزة الأولى 130 كيلومتر للجنة. أنا عايز أعرف 130 كيلومتر ألحق أبتدي أشتغلهم دلوقتي. وآية ممدوح الفائزة بالجائزة الأولى لأفضل فيلم رسوم متحركة، وبشوي ماهر كامل الفائز بجائزة صوت الجمهور. طيب فيلم إيه؟ ببتسم. نادين أبتدي بيكي، اشرحي لي بقى النهاردة المرة دي المهرجان كان فيه كم فيلم، إيه بقى اللي عندكم النهاردة؟ احنا مهرجان مصر ضد بكرة للأفلام ده تاني سنة لينا. احنا جالنا السنة دي فوق 200 فيلم، قدرنا ان احنا نقبل منهم 180 فيلم فقط. لانه ايه المواصفات بتاعت الافلام بتبقى هنا دي؟ حاضر، هما اقل من 20 دقيقة، السنة فاتت كان 10 دقايق، ولكن زودناه بناء على طلب الشباب اللي كانوا متقدمين. طب انا هقاطعك قليلا، معايا الاستاذ احمد عصام فهمي رئيس مجلس ادارة جريدة صوت الامة. مساء الخير يا استاذ احمد. النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اولا لازم اعتذر عن الخطأ في الخبر، وارجو ان حضرتك توضح. لا يا فندم والله خالص، انا احنا فوجئنا الصبح بخبر منشور على موقع جريدة زميلة ان بتقول ان صوت الامة اتباعت لاحمد ابو هشيم. احمد ابو هشيم صديق، بس كل ما اقدر يعني اقدر اكده لحضرتك ان احنا هنبقى اول ناس نطلع نقول لو في حاجة زي دي يعني. هل في مفاوضات؟ لا يا فندم مفيش اي حاجة. انا فوجئت ان يعني هو النهارده مثلا لما نجيب سمير اتباع مع احمد ابو هشيم، الناس النهارده اتصورت واعلنت بالكامل وما فيش اي مشكله. احنا النهارده لو في اي حاجه هنطلع احنا اول ناس نقول الكلام ده. لكن يعني اكيد الخبر له اصل، يعني هل في اصل الخبر في مفاوضات مثلا، فبالتالي الخبر كان يعني ازيد شويه من الحقيقه؟ هل في مفاوضات؟ هل والله يا فندم صوت الأمة تقريبا اكتر جريده في السوق اتباعت واشترت على مدار الفتره صحيح اللي فاتت. هل صوت الأمة والدستور هل كلمك احمد ابو هشيمه لشراء الجريده؟ لا يا فندم، لا خالص ولا حد تاني. هو صديق وصديق من 10 سنين فعلا، وصديق قريب ليا جدا. يعني حتى النهارده لما كلمته بقى بصراحه كلمته طبعا لما يعني قعدنا نضحك يعني يعني مش عارف صراحه. هو كل اللي اقدر اقوله ان في يعني موقع واحد بتاع جريده معينه هو اللي طلع الموضوع من الاول، وانا بصراحه يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير عشان هو المالك بتاع الجريده دي كان عليه مشاكل كبيره، وصوت الامه قدرت على صفحاتها ان هي تكشف الموضوع. فانا في اعتقادي ان الناس بتحاول
يعني تعمل حاجات كده مش كويسه. طيب انا سعيده ان حضرتك يعني برضو بلغتنا بالنفي عشان نبقى اكثر دقه، وانا بشكرك وبعتذر مره اخرى عن الخبر الخاطئ، كان لازم طبعا نتاكد منه اولا. شكرا استاذ احمد عصام فهمي رئيس مجلس اداره جريده صوت الامه. نادين سوري معلش اتفضلي. احنا جالنا اكتر من 200 فيلم اقل من 20 دقيقه في 3 فئات اللي هم الافلام القصيره الروائيه والوثائقيه والرسوم المتحركه. جالنا الحقيقه يعني من 30 فيلم من شباب مش مصريين، وما قدرناش ان احنا نقبل افلام السنه دي، ولكن ده شجعنا ان احنا نفكر ان احنا يعني نوسع المهرجان في السنين اللي جايه. كان عندنا لجنة تحديد البرنامج 6 شباب على رأسهم دكتورة منى الصبان، محمد صلاح، محمد فرماوي اللي هو المدير الفني المهرجان، ليليان واللي هي كانت معانا هنا السنة اللي فاتت وتطوعت ان هي تساعدنا السنة دي، ميسون المصري وأحمد غنيمي. الستة اتفرجوا على 180 فيلم، نقوا منهم 80 واحد ان هو يبقى أونلاين، تعرضوا لمدة أسبوعين، والأفلام الأونلاين بيصوت لها الجمهور. السنة دي كان عندنا حوالي 70,000 واحد دخلوا، 70,000 دخلوا دخلوا شافوا. وده أزيد قد إيه من عن السنة اللي فاتت؟ والله يعني عدد الأفلام إحنا السنة اللي فاتت جالنا 120 فيلم، بالنسبة للي دخلوا صوتوا فتقريبا يعني هو زيادة حوالي 60,000 واحد يعني. ياه للدرجة دي. فحاسة إن المهرجان والمؤسسة بي 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 بيزداد صوتها وبيزداد تأثيرها كمان. بالظبط، وإحنا كمان بنشجع الشباب إن هو يقدم لنا لكذا سبب، أولهم إن إحنا ما بن يعني معيار الاختيار هو قصة فقط لا غير، ما بنحاسبش على المعدات المستخدمة أو جودة الأفلام. وإحنا برضو المهرجان الوحيد اللي في مصر واللي في يعني في المنطقة العربية اللي بيعرض الأفلام أونلاين، واللي بيعمل أسئلة فقرة أسئلة وأجوبة مع الشباب، إنه الشباب يعني الناس تسمع صوتهم في حفلة تسليم الجوائز، الوحيدين اللي بنبعت برضو فيدباك أو آراء من لجنة التحكيم للشباب. والحقيقة إن دي كلها أفكار جاية من مخرج واللي هو محمد فرماوي، إنه هو بيمر بكل الحاجات دي، فإحنا بنحاول إن إحنا يعني على قد ما نقدر إنه نوفر للشباب أحسن تجربة ممكن إن هم يمروا بيها في أي مهرجان. انه لان هم الصراحه الشباب بتاخد يعني الموضوع بياخدهم شجاعه ان هم يقدموا افلام وان هم يسمعوا نقد او ان هم يتقبلوا او ما يتقبلوش. فهو الحقيقه بيركز كل تركيزه على صناع الافلام، وان احنا نحاول ان احنا نعمل الموضوع يعني تجربه ايجابيه بالنسبه لها. محمد، فكر الناس مصر دوت بكره ايه هي المؤسسه؟ هي طبعا مصر دوت بكره مؤسسه غير هادفه للربح، هدفها تنميه مهارات الشباب. من الحقيقه من 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 ساعه ما ابتدينا ومن امبارح كمان بالذات طاقه ايجابيه غير 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 طبيعيه. يعني امبارح بصراحه 3 حاجات مهمين جدا مهرجان مصر بكره للافلام بيوضحوا. اول حاجه ادي نماذج الشباب المصري، ادي الناس اللي بتقول الشباب المصري قاعد ما بيعملش حاجه، دي ناس هتسمع حضرتك حكاياتهم، اللي لم فلوس واللي راح يشتغل عشان يصرف على فيلمه مش مستني الدوله تساعده. كل مجتمع فيه نماذج سلبيه وفي نماذج طبعاً ايجابيه. احنا مشكلتنا ان احنا بناخد نماذج السلبيه ونعمل منهم نجوم. الحقيقه الناس دي لازم تبقى نجوم. صح. 200 فيلم، عملنا جائزه كمان اسمها منحه الانتاج ان احنا نساهم في انتاج افلام. 120 سكريبت اتقدموا لنا، ادينا جوائز لاكثر من 7 منهم. فادي حضرتك بتتكلم 200 فيلم اشتغل، لو كل فيلم اشتغل فيه 10 ادي 2000 شاب على الناس اللي عامله سكريبتات. فاول حاجه ادي شباب المصري، ادي نموذج للشباب المصري الايجابي اللي عايز يعمل حاجه. تاني حاجه الناس بتقول انه المصريين ما بيساعدوش بعض، مش مظبوط. حضرتك يعني خير مثال لذلك، استضافينا السنه اللي فاتت، استضافينا السنه دي كل الفنانين اللي شاركوا معانا ولجنه التحكيم وكل الطاقم اللي اشتغل في المهرجان ده بالكامل متبرعين، ده كمان دافعين فلوس الحقيقه، يعني كل الجوائز دي يعني الناس المشاركه هي اللي دفعها. فادي مصريين بيساعدوا بعض جدا، سواء النجوم، الناس تقول النجوميه بتغير، ابدا. كان لا يعني احنا معانا ايه، بسمه وعمر خفاجي صديقنا وخالد عبد الله ومريم نعوم. يعني اسامي نجوم طبعا. خدوا من وقتهم، وهم طبعا حضرتك عارفه بيصوروا اكيد لرمضان دلوقتي. خدوا من وقتهم واتفرجوا. تالت حاجه ان الحريه مش، انا اسف يعني، مش قله ادب. الناس دي عملت افلام بتناقش مشاكل وبتنتقد المشاكل بمنتهى الرقي وبمنتهى الشياكه ومن غير ما يبقى فيها اي حاجه تؤخذ عليهم.
ما هو عادي، ايه المشكله ان احنا عندنا شويه مشاكل عايزين ننتقدها؟ ماشي، وعندنا برضو ايجابيات وعملوا حاجات عن ايجابيات وعاملين افكار كويسه جدا. فالحقيقه انا يعني انا في حاله ايجابيه واحنا كلنا في حاله ايجابيه انه الشباب المصري شباب مبدع، شباب كويس، كل اللي محتاجه فرصة. ومش لازم الفرصه تيجي من الدوله عشان برضو ما نقعدش نحط على نقطه مهمه جدا بالزبط. مش لازم الفرصه تيجي من الدوله. احنا معانا اجزاء من الافلام يا جماعه. طيب نبتدي ب 130 كيلومتر للجنه ونرجع. استاذ محمد ده شكله طيب قوي. لا وبيقول لك كمان هيدينا شقه. انا فرحان فرحان قوي. شو قلت لك ربنا يكرمنا؟ بس مش عايزين يعني نقول قدامه ان احنا مبسوطين وكده لحسن يركبنا ويقلل المرتب اساسي. صحيح، هو لحم الخنزير ده طعمه ايه؟ وليه بيقولوا حرام؟ عشان ديوس، ربنا حرم اكله عشان ممكن يشوف مراته نايمه مع واحد تاني وعادي جدا خالص. طب ما الكلاب والقطط كده، انا سمعت ان عشان في بطنه دوده لو كلت منه تيجي فيك. لا انا بقول لك السبب اللي في الدين، لكن لو عايز السبب العلمي عشان عموده الفقري معمول بشكل يخليه ما يعرفش يحرك رقبته ويفضل باصص في الارض وما يقدرش يشوف السما اللي فيها ربنا. طب افرض مسكت خنزير وقلبته على ظهره وخليته يشوف السما اللي فيها ربنا بالعافيه، ايه اللي يحصل؟ فاش طبعا فاش. انا هزر في الدين ولا ايه؟ فاش فاش طبعا هنهزر في الدين. ايه الفكره؟ لا هو ده مشهد من الفيلم، لكن هو الفيلم يعني هو المشهد ده بيبين يعني قد ايه هم تفكيرهم ساذج او هم مش حاسبين الرحله صح. رحله الهجره يعني اللي هم من حلوان فبيهاجروا علشان يشتغلوا في العين السخنه في اوتيل وبيحلموا ان هم هيشوفوا بنات وهيشتغلوا في الديسكو وهيقبضوا بالدولار وحاجات كده. فهم وبعد كده بيقابلوا المشرف فده بيكون المشهد اللي هو بعد ما قابلوا المشرف وبيتبادلوا يعني الاراء في ال 130 كيلو دي اللي هي من حلوان للسخنه. من حلوان للسخنه هم ده الجنه اللي هم بالظبط يعني. وبعدين بينتهي على ايه بقى يعني؟ هو بينتهي على يعني بينتهي على ان هم بيكملوا بيخرجوا من الرحله ديت يعني. هو اللي انا بشوفه يعني في الحياه ان الواحد لما بيمر برحله صعبه وما بيكونش حاسبها وكده الطريقه الوحيده للهروب منها ان هو بيهرب لحاجه لامل تاني او بيدور على حاجه تانية. فهم بيهربوا من السخنه عشان بيروحوا شرم. ايه اللي خلاك تعمل الفيلم ده؟ يعني انت بتحب السينما، انت مين بالظبط؟ نعرفك للناس. اللي خلاني اعمل الفيلم ده تحديدا ولا عامه؟ لا انا عامه. انت ايه علاقتك ايه بالسينما وبال لا انا علاقتي ان انا بحب احكي وبحب وهتاش شويه. يعني ايه هتاش؟ يعني بحب ازور في الحكايات يعني ممكن يحصل حاجه واكبرها ارجع احكيها لاصحابي على ان انا بطل او حصل ده اعتراف مهم جدا. لا اعترافه وانا يعني دي حاجه كل الناس عارفاها يعني ما مش هقدر انكر. ايه اللي خلاك خريج تجاره؟ يعني احكي لنا الحكايه بتاعت احكي لنا حكايتك. لا هو انا يعني هو الموضوع بدا معايا من يعني ان انا اكتشفت ان انا بحب احكي من وانا في ثانوي. بعد كده فلما جيت اقدم على كليه فكان اختيار كليه التجاره يعني عشان هي اسهل حاجه اقدر جنبها احكي اقدر جنبها احكي وهتش وادخل ورش اتعلم سينما وكده واجرب في نفس الوقت. فبس وعملت اول فيلم واتعرض في مهرجانات في مصر وبره مصر. اول فيلم عملته امتى؟ عملته في 2012 ودوت عملته في 2015 ده تاني فيلم. بتكلف الفيلم ازاي؟ مين دول يعني؟ هو التكلفه الفيلم دوت انا كنت حاولت ان انا اقدم اخد تمويل من بره وكده زي ما بسمع يعني بشوف في ناس وكده بس انا فشلت عشان ما كنتش بعرف اعمل ابلكيشن يعني اتكلم عن نفسي كويس وبالانجليزي وكده. كان لسه دلوقتي طبعا انا بقيت احسن كتير فهجرب لسه. واضح انت بقى ناوي تعمل عليا بقى هتش. ايوه الفعل فين الفيرب من التاج ده مش عارف دور على الفعل. فوقتها ما قدرتش ان انا ما نجحتش ان انا اخد تمويل يعني من اي حاجه لا جوه ولا بره. فقعدت اشتغل شويه كده شغلانه يعني كنت في محافظات وكده بنعلم ناس سينما وحوشت الفلوس وبعد كده بقى كلفك قد ايه الفيلم ده؟ 13,000. 13. وايه اللي خلاك تخش المسابقه؟ اللي خلاني اخش المسابقه اول حاجه ان الشروط بتنطبق على الفيلم وان انا حسيت ان يعني كنت شفت النسخه الاولانيه
فلقيت حسيت ان في جمهور كويس وحسيت ان في وان في جوائز كمان الصراحه. اه بس انت ده صرفت 13 وخدت 10، الجائزه الاولى هي 10,000. اه ما لسه هنلف على مهرجانات تانية يعني مش هنقف هنا يعني. فبس وحسيت ان هو في جمهور كويس، يعني هو اللي بيغري واحد في مهرجان معين ان هو يكون في جمهور كويس بتعرض في قاعه سينما كويسه، بتحس بعائد مهم. ما هو ده العائد الوحيد، لان دي الطريقه الوحيده اللي الناس تشوف بيها الفيلم. يعني هو مش تعرض في السينما بتذاكر او كده. ايه في الفيلم اسمه التنابلة، نشوف جزء منه. كان يا مكان وفي زمن زي اي زمان، حصل الكلام ده في قريه مش عارفين لها مكان. كبير القريه قرر يبني دار سكن للعاجزين والتعبانين من الناس الكبار، لكن شويه تنابله دخلوا الدار واستغلوا الحاله، وبمرور الوقت بقى ملجأ للعواطليه والكساله. وصلت اخبار الدار للوالي فغضب وثار وأمر بالتالي: على الظهر خدوهم وفي المية غرقوهم. الحرس جريوا ينفذوا الأمر، خدوا عربية وعلى طول على النهر. الخبر بين أهل القرية انتشر: شفتوا اللي حصل للتنابلة يا بشر؟ سمع الكلام واحد من الأغنياء الطيبين، صعبوا عليه وقرر يساعد، كان فاكرهم مظلومين. وصل الغني للحرس وقال: ثواني ثواني يا حرس، سيبوهم ليا، هاخدهم في مزرعتي واكلهم عليا، شويه عيش في ميه ولقمه هنيه تكفي ميه. فرح كبير التنابله وقال: كلام جميل و100%، بس مين هيحط العيش في الميه؟ انتوا طبعا. احنا ارمي يا عم. كرتون ده صعب، اي حد بيعمل كرتون اولا مكلف جدا، غالي، تكنيك صعب. انت ايه علاقتك بقى بالكرتون؟ هو انا بدات في الانيميشن، اتعلمت الاول 3D، انا فنون جميله، بدرس فنون جميله قسم تصوير. حبيت الانيميشن، يعني حسيته حاجه يعني عايزه اتعلمها، عايزه افهم ازاي بيحصل كده، فبدات اتعلم 3D. بعد كده حبيت فكره 2D اكتر لانها ارتستيك اكتر يعني بتعبر بالرسم اكتر كليتي وكده، فحبيت ان انا اتعلم 2D. فبدات الفيلم ببساطه وقعدت اعلم نفسي على التوتوريالز وشغل مع نفسي كده، لغايه لما اشتغلت في الفيلم ده، عملته كله رسم، رسمت 2000 فريم عشان تطلع على الدقيقه ونص دول. هو يعني تكنيك صعب بياخد وقت، بس يعني بس احنا بنتكلم في يعني موضوع صعب مش سهل. رسمتي 2000 فريم. 2000 فريم لان 2D بترسم فريم فريم، مش ولازم ترسمهم كذا زاويه عشان يطلع بالمنظر. طيب خلونا نشوف الفيلم الثالث ونرجع تاني. انا واحد من كتير قوي زي ما تفكروش ان احنا حالتنا وحشه للدرجه دي، لا احنا بنشتغل بعرق جيمنا وبنشتغل محدش بيتكلم معانا، وبنكبر ونقدر نصرف على نفسنا. ما تفكروش ان احنا وحشين وبنسرق، لا احنا نكبر ونتجوز ونعرف نصرف على نفسنا وبنشتغل ونعرف نجيب القرش. بطلع الصبح بدري، اول ما بقوم من النوم بفطر وبطلع باخد الاجره من اختي وبركب عربيه من هنا من عندنا من البلد بتجيب لنا بنسوق. بفضل شغاله على المزلان بتاع المديريه بمسح عربيات، ما لقيتش شغل حد مشاني، بلف هنا في بني سويف لحد ما ربنا بيكرمني لحد بالليل وبروح. اختي بتاخد مني الفلوس بديها لها تصرف علينا، بتجيب لنا اكل، بتجيب لي لبس، تجيب لي شبشب بحتاجه منها بتجيبهولي. نفسي اكبر ويبقى ليا معامله مع الناس واتشاهد مع الناس والناس تعرفني ونادولي الدكتور ضياء. ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه. اللي انت عرضته ده بشوي ملوش علاقه بالابتسامه.
الفكره. طب مبدئيا قبل ما ابدا حابب بس اشكر فريق العمل سريعا جدا قبل ما ابدا. اسلام سامي، جرجس عياد، اميره محمد، اسماء مبروك، ايا سيد، بسمه نوروز، اسماء ابراهيم، اسراء حمدي، اسماء حنفي، اميره ايهاب، اسماء محمد، اسماء اشرف، اسراء سيد، ايا اسماعيل، ودكتوره مشرفه على الفيلم واللي هي يعني يعتبر ساعدتنا كتير جدا، دكتوره منى دياب، شكر خاص ليها. بص زي ما بقول لحضرتك، كام واحد مشترك في الفيلم؟ كتير. كام واحد؟ انت منين بقى؟ انت اساسا انا مبدئيا من سوهاج. وبدرس بدرس في كليه اعلام بني سويف، قسم اذاعه التلفزيون، سنه ثانيه. فكره علاقتك بالسينما بقى؟ فكره الفيلم بدات ان احنا بنعمل افلام تسجيليه عن مواضيع مختلفه، تسجيلي ووثائقي، وبنعمل بس ما بنعملش كتير روائي. فكره الفيلم بيتكلم ان هو ببتسم السم اللي في العسل، يعني اللي هو بيبتسم ولكن في نفس الوقت برضه حزين من جوه. يعني الطفل من حقه ان هو يعيش، من حقه ان هو يتعلم، نفسه يبقى دكتور، يعني طموح ان هو يبقى دكتور. شايف نفسه ان هو حد ليه وضعه في المجتمع، حد ممكن يبقى بكره حاجه حلوه، بيصرف على اهله، هو اللي بيعول اسرته. فكانت حاله مختلفه يعني. كلفك قد ايه الفيلم ده؟ احنا لمينا من بعضه تقريبا تكاليف الفيلم، ما كلفش كتير لان الكاميرا والترايبوت والمايك كان معانا تبع الكليه. وكنت متوقع ان يعني ايه اللي خلاك تخد اولا تدخل المهرجان مصر ضد بكره؟ مهرجان مصر ضد بكره كان في حد من اصدقائي قال لي عليه. دخلت المهرجان، قدمت الفيلم، دخل مرحله التصويت. بشكر طبعا كل الناس اللي صوتت، خصوصا بولا اللي ساعدني كتير. جايزه 5000 جنيه. 5000 بالظبط. ايه يا نادين، ليه الجوائز قليله كده؟ بصراحه يعني احنا عايزين نشجع الشباب، ويعني ليه الجوائز عندكم؟ وانا عارفه طبعا ان الحقيقه انتم متكلفين او متكفلين بالجوائز دي من جيوبكم، يعني مهندس علي فرماوي وكده. بالظبط بالظبط. احنا يعني بنلاقي صعوبه في ان احنا نلاقي سبونسرز، لان احنا غير هادفين للربح، ما بنبيعش تذاكر، التقديم ببلاش. فبيبقى اللي جاي عاوز يعني يسبونسر المهرجان بيبقى فعلا عاوز ان هو يساعد الشباب. فعشان كده احنا بنتعب شويه عشان والحقيقه ده موضوع غريب جدا، لانه المفروض ان في مؤسسات كتيره في مصر تدعم المؤسسات اللي هي غير هادفه للربح، لانه هم مش لازم يعملوا حفلات بتذاكر. هو احنا محتاجين ندعم شباب، نديهم يعني كمان طاقه، ونديهم جوائز عشان يقدروا يعملوا افلام احسن، ويقدروا يخشوا مهرجانات اعلى كمان. هو احنا بسبب كمان موضوع الميزانيات المحدوده بتاعت الشباب، احنا عشان كده عملنا السنه دي منحه الانتاج اللي هي باجمالي 50000 جنيه، اتوزعت على 7 زي ما كان صلاح بيقول. برضو بيبقى فيه كمان انواع يعني دعم مختلفه. يعني احنا السنه دي عندنا 3 شركات اللي هم يعني الشركات اللي بيعمل فيهم 3 اعضاء لجنه تحكيم المنح، اللي هم الدكتور احمد ماهر، ومخرج هاله جلال، والمخرج مصطفى يوسف. هم برضو السنه دي يعني هم هيرعوا مثلا الشباب اللي كسب في منح الانتاج بان هم هيوفروا لهم معدات، يعني معدات ان هم يخلصوا افلامهم. يعني في ناس بتعمل حاجات برضو مش شرط تبقى يعني مساعده ماليه او ماديه. بس السبونسرز الحقيقيين، قولي الحقيقه، خلعوا في الاخر، خلعوا في الاخر. لما مفيش مردود تجاري، قولي الحكايه، بيقول لي مفيش مردود تجاري، قال لك السبونسرز خلعوا. بعد الفاصل هعرف مين السبونسرز. لانه مش هتبقى حلوه يعني، ما لقوش مردود تجاري يعني. فخلعوا في الاخر بالظبط. واحنا يعني كان ممكن احنا نلغي المهرجان، بس الصراحه انه علي فرماوي هو اللي رفض ان احنا نلغي المهرجان، لان الشباب تعب. وهو الحقيقه كان سبونسر الجوائز السنه. هو السبونسر. طيب عشان وقتي خلص، انا عايزه اسمع احلامكم ايه. اوكي. هو انا بس قبل الاحلام، يعني بما ان احنا مع حضرتك يعني، فنستغل الفرصه. يعني انا متفق مع فكره ان احنا مش لازم يعني نتحجج بالدوله بتساعد او كده، لان في تجارب كتير بتنجح من غير المساعده ديت يعني. بس نفس الوقت يعني لما نيجي نصور في الشارع سيبونا يعني حتى لو انا بحوش او كده، بس لما باجي يعني فكره انا لو اتمسكت في الشارع بالكاميرا دي مصيبه، ويعني اقل حاجه اللي انا هكون جاسوس بقى او نظام حكم. بالظبط. فاللي انا اللي بيكون المخرج بيتمناه وقتها ان هم يعني يمسحوا اللي هو صوره بس يسيبوه يخرج. يعني ده وصل دلوقتي. ما هو لازم يبقى في طريقه، لازم يبقى في يعني في العالم كله بيبقى في طريقه تو ريجستر، او ان انت تسجل بحيث انه يبقى قانوني، وفي نفس الوقت يعني تقدر تعمل شغلك بالزبط. حتى للحاجات الشباب. هو انا لو عندي احلام ان انا يعني سيبوني في حالي. النبي يعني. سيبوهم. النبي سيبوه. عايز اضيف حاجه صغيره بس شوي. ان حاجه طبيعيه ان طالب اعلام يكون معاه كاميرا ويدخل بها الجامعه، يعني ده شيء طبيعي جدا. يعني الغريب ان هو بيوقفونا على الجامعات علشان تصريح، لازم تصريح يوميا لو داخل بالكاميرا الكليه، وانا طالب اعلام اكيد معايا كارنيه اعلام، شيء طبيعي ان يكون معايا كاميرا ادخل طبيعي بيها. يعني
كمان. ايه نفسك فيه؟ نفسي اشوف السينما يعني تاخد الافكار القويه الصح بدل السينما الغير هادفه. نفسي جهات دعم كويسه. نفسي اشوف اول فيلم انيميشن طويل اتعمل مصري ينافس في مهرجانات، يعني مش عليه بس فويس اوفر عربي. مصري 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 مصري. واحنا كنا اساتذه الانيميشن ده. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه، بما ان احنا بنتكلم على الاحلام، يعني حاجتين مهمين جدا. في صناعتين في مصر مصريين موهوبين فيهم جدا جدا جدا، ومش بس كده، ليهم مردود تجاري واقتصادي مهم. صناعه السينما وصناعه البرمجيات. الصناعتين دول لو احنا اهتمينا بيهم في مصر، مش بس هنطلع مبدعين وشباب مبدعين، لا كمان هيبقى ليها مردود اقتصادي، لان دي صناعات بتجيب فلوس. صحيح. انا بشكركم جدا، انا سعيده قوي بالشباب وبالافلام. كان نفسي اعرض اجزاء اكتر، لكن انا عارفه ان هم بيبقى عليهم امبارجو عشان هيعرضوها في مهرجانات تانية. بتمنى لكم كل التوفيق. احنا بنشكر حضرتك على فكره لتاني سنه، ودايما حضرتك السنه الجايه السنه الجايه ولو قبل السنه الجايه عندكم افلام. اول ما يتشال الامبارجو على الافلام انا يسعدني ان انا اعرضها عندي في البرنامج. حتى مده الافلام دي قد ايه؟ يعني من خمس دقائق، من دقيقة ل 10 دقائق. يعني انا اتمنى ان انا اعرضها كلها وقت ما انتوا تكونوا قادرين ان انتوا تعرضوا الافلام كلها. ده يسعدني ان انا اعرضها. انا قادر. شكرا. شكرا. انا بشكركم شكرا جزيلا. مصر دوت بكره مؤسسه مهمه الحقيقه، ان جي او بتدعم الشباب. محتاجين مؤسسات اكتر من دي، ومحتاجين ان احنا ندعم هذه المؤسسات، مش مردود تجاري، محتاجين سبونسرز. اعتقد ان شركات الانتاج الكبيره ممكن تبقى سبونسرز. انا مش عايزه الدوله تبقى سبونسرز، القطاع الخاص يبقى سبونسرز لمثل هؤلاء الشباب. فاصل، والمهندس محمد السويدي، ونسمع عن مشاكل الصناعه وحلول هذه المشاكل. الصناعه هي أساس أي اقتصاد، لا يمكن أن ينمو اقتصاد دون صناعة. والحقيقة أن احنا مش عايز أقول مش مهتمين بالصناعة، ولكن الصناعة الوطنية تحتاج إلى مزيد من الدعم. الصادرات تحتاج إلى مزيد من الدعم. احنا بنقول أن احنا عايزين نقلل الاستيراد، لكن بدون دعم الصناعة الوطنية تقليل الاستيراد ده هيبقى مجرد حلم، يعني فيكشن. لأنه لو أنا عايز أقلل الاستيراد لازم يعني محل هذا الاستيراد يكون هناك صناعة وطنية جيدة وقادرة على المنافسة وبسعر جيد. الصناعة هي اللي بتشغل الناس، الصناعة هي اللي بتحرك يعني الدايرة الاقتصادية. ولذلك الصناعة دايما يجب أن تأتي في مقدمة الاهتمامات الاقتصادية. مهندس محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، هو ضيفنا النهاردة. هنتكلم على المشاكل ونتكلم على رؤيته أيضا للحلول. مهندس سويدي أهلا بيك. أهلا وسهلا. خلينا، اكيد انت محدد يعني الوضع اللي احنا فيه والمشكلات الاساسيه اللي بتواجهها الصناعه المصريه. ايه هي المشكلات في رايك؟ انا طبعا مبسوط بالمقدمه جدا بتاعت حضرتك، لانه فعلا هي الصناعه الحل اكيد في وجهه نظرنا، بس انا شايف هي الصناعه اللي الحل. حضرتك لو بصينا ما بعد الثوره اللي حصل في اضطرابات، يمكن في السياحه اللي كانت بتجيب لنا عمله وغيره وغيره، بس الصناعه اللي فضلت واقفه متحمله سنه ورا الثانيه ورا الثالثه، برغم التحديات. وكانت ناس كتيره ما مشتش عمال الحقيقه، تحديات كتيره جدا حضرتك، باضطرابات عماليه، تحديات في اضطرابات امنيه، تحديات ان اسواق المجاوره بتاعتنا اللي احنا متعودين نصدر لها، يعني ليبيا بالذات، ليبيا، اليمن، سوريا، العراق، كل الدول دي حضرتك عندها اضطرابات. غير حتى لو اتكلمنا على السعوديه، يعني الاقتصاد في السعوديه تاثر بسبب سعر الطاقه. كل دي امور وما زالت الحمد لله الصناعه متماسكه. سعر فايده مرتفع في دوله وما زالت متماسكه. عندنا اسواق كتير. طب انا هشغل الناس فين؟ انا كدوله ما بقتش قادر اعمل وظائف، يبقى لازم افتح فرص للناس. يمكن كلمت مع حضرتك في فكره انشاء المشروعات او المناطق الصناعيه اللي هي جنب القريه، مشروعات صناعيه في طيب هنبدي نشتغل بالطريقه القديمه ونقول سعر الارض كام، الشاب مش قادر يشتري. صح. ولما حضرتك بتطلع الشراء وبيع بيخشوا الناس اللي بتقعد تتاجر او السماسرة. لا، احنا اتفقنا الارض حق انتفاع، والورش حق انتفاع، والمصنع حق انتفاع، هتتاجر. فاصبح في امل لكل شاب ان يبتدي حياته جديده. اتفقتوا مع مين؟ هو الحمد لله المشروع ده وصلناه للسيد الرئيس، فهو طبعا ادى يعني المباركه ليها.
حاليا المحليات لو ما عندناش ارض حق دفاع للدوله هنأجر من اي مواطن هناك ارض زراعيه وهنبني عليها مصنع. وهنرجع نتكلم طب الارض الزراعيه بتشغل لي كام واحد والفدان اللي بيتبني هناك بيشغل كام واحد. متوصل حضرتك ان شاء الله الفدان 400 وظيفه على فدان الصناعي. شغال البنات اللي في المنطقه دي بيشغل الولاد اللي في المنطقه دي. فبدات حضرتك تحل غير ان الصناعه عايزه تبقى منافسه. انا مش عايز انقل العامل ب 400 جنيه في الشهر تقريبا. طب ما اخلي ال 400 دي تتحط على سعر المنتج واقلل تكلفتها وان يقدر يبقى منافس يصدر ويشتغل وتفتح مجالات ان هو يعني ترفع المستوى الاقتصادي بتاع المواطن ده. من هنا حضرتك اولا بنحل مشاكل زي ما بيقولوا اجتماعيه، بنحل مشاكل اقتصاديه، الصناعه عايزه تخش هنا. واقدر اصدر. احنا قاعدين بنشتكي من العمله. طيب انا كنت معتمد على السياحه والسياحه حصل لها مشاكل. معتمد على برضه مصادر اخرى. بعد الثوره حاربنا قوي التصدير. كانه المصدر ده يعني جريمه. خلاص الموجه زي ما بيقولوا كانت عاليه، لكن احنا كان عندنا ثقه برضه بالله ان شاء الله انه الدنيا لازم تصدر. بس الصادرات انخفضت بشكل كبير. الصادرات انخفضت بشكل كبير لكذا سبب. اول حاجه حضرتك عندنا طبعا فرق بين الدولار واليورو، النسب اختلفت. عندي الغاز كان بيتقطع عن مصانع كتير جدا في الفتره اللي فاتت، فالمصانع مش قادره تشتغل. الاجراءات اللي تمت من البنك المركزي وكانت فيها مشكله للبضاعه تيجي والخامات تيجي المصنع ما بتشتغلش. ما حضرتك بتشتغلي بايه اذا كان الخامه الرئيسيه ما بتشتغلش. فاحنا الحمد لله السنه طبعا الامور احسن بكتير جدا بالنسبه للطاقه والتشغيل، وبرضه بموضوع الدولار احسن بكتير، وسعر الدولار حاليا يعتبر مشجع للصناعه انه يقدر يصدر. بس حضرتك لما تيجي تقيسي ان في صناعات كتيره جدا التصدير مكسبه ممكن لا يتعدى 4-5%، يعني في احسن الاحيان يتعدى 8-9%. وفي اوقات حضرتك بتصدري تقريبا بالتكلفه، لكن بقول استرد الضريبه اللي دفعتها. ان المفروض اللي بيصدر بياخد الضريبه اللي بيدفعها. الاليه اللي عندي في مصر ما عنديش اليه ان انا اقدر اخد بيها الضريبه، فبتسمى دعم صادرات. علشان هذه دي على فكره نقطه مهمه جدا نشرحها للناس. الطبيعي في العالم ان انا الضريبه اللي انا بدفعها بستردها بطريقه اخرى اللي هي اسمها ريبيت او بالزبط. اللي هي رد الضريبه، لكن لان هذه الاليه غير موجوده فبتستبدل بدعم الصادرات. عشان ناس كتيره تقول لك احنا بندفع مليارات دعم الصادرات. لا، هي حق المصنع وحق اللي بيصدر ان هو يسترد كل القيم اللي دفعها في صور خدمات كتيره. وحضرتك اصلا عارف ان احنا يمكن عايشين في منظومه الضريبه فيها دي، يعني قصدي الفاتوره فيها شيء هي صعب. زمان كانت اعتقد من 6-7 مليار، كانت قبل الثروه قبل الثوره كانت بتوصل 2-6 أو 7 مليار. دلوقتي احنا بنتكلم في كام دعم؟ حضرتك احنا وصلنا السنه اللي فاتت قبل 30-6 سنه اللي فاتت كانت 2.7 من 10. وبعدين جه قابلنا المهندس ابراهيم محلب ربنا يمسيه بالخير فوصلها الخمسة. لكن اللي اتصرف فعلي 3.7 من 10. السنة دي ان شاء الله احنا داخلين على 6 مليار بإذن الله. انا بقول كصناعة مش كفاية، ومش كفاية ان انا انتوا بتطالبوا بكام يا باشمهندس؟ انا بطالب بعشرة فوق الستة. عشرة فوق الستة؟ 16 يعني. واقول له حضرتك ليه؟ ما هنحسبها كلها يعني. الستة اللي موجودين حاليا دول البرامج الحالية اللي موجودة. اولا عايزين نقول بس حاجة، الجنيه اللي حضرتك بترديه كرد اعباء بيجيب متوسط 2 دولار. طب حضرتك احسب العكس، هي البرامج اللي حضرتك عاملاها تحفيزيه للناس تحط الدولار في البنك بتدفع عليه كام؟ فائده الدولار في العالم كله يمكن 0.25%. انت حضرتك بتدفع هنا حوالي 6%، ده بس بدي لحضرتك رقم. وبتستلفي وبيبقى عليك التزام بالدولار تاني تدفعيه والله اعلم هي وقتها بكام. ده انا بقول لحضرتك تدفعي اقل، شغال المصانع، شغلي الشباب، تصدري، تفتحي اسواق، تعملي استقرار للدوله بالعائد. طيب ده مقابل ايه بقى العشرة الزياده اللي احنا طالبينهم؟ اللي يصدر انا هديله ميزه اكتر، يعني هي المفروض دلوقتي متوسط تقريبا من 6-7%، لا انا بقول له هديله 10%. 10% ده مقابل انه يتنازل عن
50% من اللي بيجي للبنك بالسعر الرسمي، 50% التانية بيستورد بيها احتياجاته اللي بيشغل بيها. يبقى الصناعة دلوقتي اللي بتصدر حلت مشاكلها، حلت مشاكلها وحلت مشكلة الدولار، يعني هي حلت وحلت الدولار. للدولة كمان يعني العشرة مليار دول تقريبا بالحساب حضرتك كده يجيبوا 11 مليار دولار، 5.5 نعتبرهم مصانع تشتغل وخمسة ونص تزوديهم ليه ده على الدولة، على للدولة اللي بنزود بقى اللي احنا نسميها الاحتياطي وغيره. يبقى انا بساعد كمان الدولة انها تجيب دولارات اكتر. ما ينفعش حضرتك نفضل في نفس النمط والتفكير ونتوقع نتائج مختلفة. احتياجات السوق المحلي بقى دلوقتي احنا مع تقليل الاستيراد، السوق المحلي ده بيحتاج بضاعة من كل الانواع. طبعا. هل الصناعة المصرية قادرة على تقديم بضاعة للمستهلك يعني جودة جيدة واسعار كمان منافسة؟ طيب نتكلم برضو طول ما حضرتك فتح السوق للاستيراد المنتظم ونحط تحتيها ما فيش تهريب، يعني ما فيش تهريب، ما فيش مواصفات مضروبة، ما فيش اسعار مضروبة جاية بيها، حرك بيجي الكونتينر مش عارف يتركن فين ويجي منين، دي يعني ممكن ناخد فيها جلسات حضرتك ما يحدث طبعا من سبل تهريب. لكن انا عندي صناعات ما شاء الله يمكن بتصدر 70-80% من احتياجات، يبقى السوق الاولى بديله هو السوق المحلي وان بقدر اصدر كميات تاني. لكن عندي صناعات محتاج ارجع تاني افتح المصانع دي واشغل عمال على رأسها الملابس الجاهزة والنسيج، صناعات الجلود، والغريبة زي ما حضرتك بتقولي يعني أنا يبقى عندي أجود قطن مش عارف استخدمه، عندي عمالة وما شاء الله عندي سيدات في كل حتة مش عارف شغل، وعندي أجود جلود العالم وبروح استورد. ليه بقى؟ لأن حضرتك عملية الاستيراد لما اتفتحت بصورة بدون أي مواصفة وعشوائية، المواطن برضو أنا بعتبره المواطن غلبان جاي يشوف قدامه حاجة وحاجة، ما هو بيشتري وخلاص. طب انا يمكن ديت مثل كده زمان بقوله، كنا زمان بنستلف هدوم بعض، دلوقتي حضرتك الحاجه اصلا ما بتكملش مع التلميذ يمكن السنه بيشتري اتنين وتلاته، وده ما كانش بيحصل. وزمان كان دايما الجزمه المصري دي احسن جزمه كنا بنجيبها لاولادنا كلنا، تقعد وتعيش والكلام ده كله. فانا عايز ارجع تاني اصنع، تشغيل الاف الورش دي ده مشروع لوحده وده احنا شغالين عليه. طيب عايز بقى حل مشاكل مصر كمان، ارجع حضرتك انا عندي الحرف موجوده في الكره مش موجوده في المحافظه، الحرف مش موجوده في العاشر من رمضان 6 اكتوبر، لا هي موجوده مكان الناس اللي عايشه فيه، مكان ما الحرفه نامت. يبقى لازم اوجد له اليه انه يلاقي ورشه يشتغل فيها، وده اللي بقول لحضرتك عليه بقى المشروع اللي الحمد لله اتفقنا فيه مع محافظ البنك المركزي. انت حضرتك عامل ال 200 مليار اللي هم على اربع سنين على الامازون اللي هي قروض بقروض، طب فين العميل اللي هياخدها؟ ما هو العميل ده يبقى لازم الورشه عشان يقدر. فدي اللي بدانا من خلال شركه ايادي، تم انشاء شركه عشان نعمل المشروعات دي، وان شاء الله بنخصص 10 مليار جنيه نبني بيهم الورش دي بالايجار قل جدا تمن الايجار مقابل ان الفايده قلت. بس عن طريق شركه ايادي هتقرروا مثلا احنا في قريه كذا او في محافظه كذا هنعمل صناعات كذا، لان الصناعات لازم تبقى تكامليه. لا اولا تكامليه ومتنوعه لان مش كل قريه زي التانيه. بس في حضرتك خدمات ثابته، يعني حضرتك تقول انا عايز نجار وسباك وبتاع المنيوم وبتاع موبيليا والكلام ده كله، في كل حته محتاجين الكلام ده. لكن بتيجي حضرتك مثلا الملابس الجاهزه بالذات عايزه تطلع على القريه. وينقل الخامه وينقلش العامل، الخامه هنقلها مره في الاسبوع بس العامل بنقله كل يوم، وبعدين بشغل بقى الناس اللي موجودين في الحته دي واقدر ادربهم وبيبقى في انتماء اكتر لانه ده بيعتبره خلاص مصنعهم في الاخر. دي صناعات حضرتك في العالم كله، انا بروح مكان السكن مش بنقل العامل كله. لكن في صناعات ثقيله دي اللي اقدر اعملها في العاشر و6 اكتوبر وغيره من مناطق، وده الامل اللي الناس بتشوفه بتكملي بيها حضرتك سلسله. في حته تانية بقى بنتكلم برضو اوفر دولار ازاي، ما انا لما بنشئ دي بوفر بستخدم هالك الزراعه. انا عندي الهالك ده حضرتك تقريبا تخطى ال 50%. ليه؟ لان انا مش عارف اصنعه. انا عايز مكان
بعمل له عصارة أيًا كان، بحوله لخامة تستخدم في الصناعة فورًا، وأقدر ألاقي تلاجة أحطه فيها. كل الكلام ده مانيش إمكانيات زي قش الرز مثلًا، زي قش الرز وزي غيره. حضرتك إحنا قفلنا الفكر، ما اديناش فرصة للناس إنها تطلع، وللأسف اللي بيطلع بيضطر يطلع عشوائي. فيبقى أنا كل عشان بس عامل نظام معقد، فقاعد بطارد الشاب ده يا عيني اللي جرؤ وراح فتح ورشة طبعا بدون ترخيص، انه مش هقدر في لقى الترخيص وبس بطبق عليه قانون. بس هل انا فكرت له اصلا في بدائل وغيره انه يبتدي حياة يشتغلها؟ لا ما عملناهاش. لازم اما افكر في حاجة افكر بطريقة اقتصادية، هو الاثر الاقتصادي للقرار اللي انا هاخده ده، مش ان انا عايز اطبق على وزارة كده او اطبق على قطاع كده. ويمكن حضرتك بتتكلم على دولار، طب ما هو في دراسة حاليا متاخد فيها قرار لكن فيها بطء في اتخاذ القرار. وده سؤال، لان انتوا يعني في اتحاد الصناعات عندكم افكار كتيرة وبتقدموا افكار كتيرة للحكومة، الدنيا بتقف فين؟ بص حضرتك، خلينا نتفق ان في كل مرحلة اصلاح في ناس بتأيد وفي ناس ضد. طبعا. بس احنا بنقول اللي عايز يبقى ضد يبقى ضد بالعلم. يعني انا لما بقول دلوقتي عايز اطور، يعني معلش انا عايز افتح محرك موضوعين يعني بيقرقوني شويه يعني. طب ممكن نقول عناوين ونخرج فاصل؟ طبعا، موضوع الادويه وموضوع الحديد. طيب هخرج فاصل ونرجع لموضوع الادويه وموضوع الحديد، وانا هتطرق كمان لموضوع الايدي المرتعشه جوه الحكومه. احنا طالبنا من زمان بتعديل مواد قانون العقوبات كي يستطيع الوزير او المسؤول 115 116، احنا حافظينهم يعني حافظينهم بقالنا يعني 4 سنين بنطالب بيها. ايدي ما حدش هيمضي لانه خايف يخش السجن. لا يجب ان تحرر الموظف العام غير الفاسد. فاصل وهنرجع نواصل هذا الحوار. الصناعة بين المشكلات والحلول، وفي هذه الحلقة بنحاول المهندس محمد سويدي الحقيقة بيعرض مجموعة من الاقتراحات، مش بس فكرة انه عندنا مشكلات، احنا عارفين ان عندنا تحديات، لكن هو بيعرض مجموعة من المقترحات. الدواء، صناعة الدواء بتواجه أزمة عملة، بتواجه أزمة تسعير، ودي صناعة ممكن تموت لو سبناها كده. هي الصناعة مش هتموت، بس هو المواطن مش المواطن هو اللي هيموت، مش هيلاقي دواء رخيص. يعني خلينا نوضح بين حاجتين، الصناعة حريصة انه المواطن يلاقي الدواء رخيص. حضرتك انت متفق معايا تعيدي تسعير الدواء كل ما الدولار يتغير. اخر مره تم اعاده تسعير الدواء سنه 1995. 95؟ كان الدولار ب 3.75 جنيه. فالصناعه قعدت تتحمل لحد ما خلاص خرجت بره، يعني خرجت بره نطاق التحمل. الحكومه قاعده تقول ما فيش نقص دواء. لا هو فيها يا فندم، لان النقص دواء مش تقول لي في 5 اجزخانات يبقى ما فيش نقص دواء. لا هو ما فيش، لان عندي حوالي 1400 دواء من الرخاص مش موجودين. بتكلم على الفئه حضرتك اللي هي اقل من 30 جنيه. فقعدنا سوا، طب نحل المشكله دي ازاي؟ ما تقوليش انت عايز الفرق ازوده لك من 3.75 ل مش عارف دلوقتي ب 9 جنيه. ما اقدرش. يبقى خلينا نتكلم في حاجه منطقيه. وصلنا انه طيب نزود بحد اقصى 20% وبحد ادى 2 جنيه. طب هل الدواء 2 جنيه ده لما يبقى ب 4 جنيه هننزل في الشارع نقول ده زاد 100%؟ لا، هقول ده زاد 2 جنيه، لان بدل ما المواطن كان بيروح يجيبه ب 20 جنيه و30 جنيه البديل، بقول له لا ده انا هجيب لك البديل ب 4 جنيه. لان هو اساسا الدواء ب 2 جنيه ده ما كانش موجود. بالظبط. يبقى هل الاحسن ان انا اقول لا ولا اوجد له ب 4 جنيه؟ يبقى قللت على المواطن ابو 20 جنيه. ابو 20 جنيه. حاجه يعني انا ليه بقى خايف؟ يعني طب ما انا طالع مع حضرتك بوضحها اهو، بس هي لها تفسيرين. هل هو زاد 2 جنيه؟ يعني في ناس ولا هقول زادت 100% والحكومه اللي عايز يقول هيقول زادت 100%. بالظبط. لكن اللي عايز يبص على اقتصاديات الشغل هيعرف هيفهم انها زادت. وبعدين بقى لما هبقى الدواء ده جبته قللت استيراد دواء اغلى، شوفي حضرتك بارقام قد ايه، يعني البديل بتاعي قللت عمله، قللت على المواطن مصروفات وشغلت المصانع تاني. بعدين عشان اطمن الناس، مصانع كتيره من دي شركات قبضه بس عايزينها تشتغل، واديله قرار اللي يقدر يشتغل بيه، واقلل على المواطن اللي بتاع. ليه بتاخر
في اخذ قرار زي القرار ده. واقف فين؟ يعني وزاره الصحه اعلنت الحقيقه انها هتزود يعني كذا دواء. لا مفيش حاجه اسمها كذا دواء حضرتك، بص حضرتك شغل يعني القطاعي ده والناخر، احنا بنصلح بقى زي ما نقول ثوره اداريه بثوره اداريه، يعني نصلح بقى مره واحده. المواطن عايز دواء رخيص وانا في ايدي اوجده الدواء الرخيص، اخد القرار. انا اللي عارف انه بكره معروض على مجلس الوزراء، واتمنى حضرتك نتابع بكره ان هو يطلع. اتمنى ان هو طبعا القرار يطلع، لان مفيش اي حاجه خلاص تمنع ان هو يطلع بالمنظر اللي بحكيه لحضرتك ده. بتتكلم عن الثوره الاداريه، والحقيقه ان احنا عندنا ايدي مرتعشه من فوق، من اول الوزراء لحد كل طبعا الستاف اللي بيشتغل في الحكومه، كله خايف يمضي قرار. بص حضرتك في يعني اتمنى دايما اي وزير هو بياخد قرار ياخده على علم وما يخافش على وظيفته، لان ما فيش وزير قاعد، فهو يبقى عارف على الاقل وانا قاعد الفتره دي اخد قرارات سليمه، يعني البلد عايزه كده. خفت على وزارتك فبالتاكيد مش هتعرف تاخد قرارات سليمه. اشتغلت ودرست ما تقلقش، واشتغل وان شاء الله كله بيساند. يعني زي ما قلت لحضرتك ايه، هيئه سلامه الغذاء دي من الالفينات يا فندم، وكده حضرتك سمعت القصه دي. ما ينفعش انا اتاخر لحد دلوقتي. معروف ان انا لما هاخد قرار زي ده، دي الثوره الاداريه اللي بنتكلم عليها، لانها هتقفل يعني دكاكين كتيره جدا. بالظبط. التعليم الفني قاعدين نقول ما عنديش عماله والناس بتهاجر هجره غير شرعيه ليه؟ لمجرد ان اعمل وحده هي اللي تقيم اداء المدارس الفنيه، هي تقيم اداء التعليم الفني مستقل عن الحكومه تماما. ليه القطاع الخاص ما بيدعمش هو التعليم الفني؟ لان هو المستفيد الاساسي. حضرتك لو عملتيه مش هتقدر. التعليم الاساسي ده لازم يبقى تعليم مجاني. انا بس معلش بقول لحضرتك رايي، بس عشان يبقى مجاني لازم تطلع منتج كويس في العالم كله. طالع منتج كويس ليه؟ طريقه تقييم التعليم مفصوله عن الحكومه. ما ينفعش الحكومه تعين فيها ناس هي اللي بتقول له المفروض الصح ايه، والحكومه دي جايه ولا ماشي. ما كان عندنا من سنتين حكومه اخوان، اعلم بطريقه وبتاع، دي اللي بتضمن لي استقرار الدولة. افصلها واعملها دلوقتي، ممكن اعملها تتبع المجلس النواب، بس سيب من ايدك، سيب يا حكومة من ايدك شوية. انت ماسكة في كل حاجة، والحمد لله لقينا ان انت ما نجحتيش في الإدارة والإدارة ومفيش ثورة إدارية. يعني احنا بنتكلم على انه البيروقراطية هتغرق البلد دي. عشان كده بقول لحضرتك انت دايما بتستغربي ان انا متفائل. ده دايما حقيقة. متفائل لان انا شايف ان الحكومه في فرص الاصلاح كبيره جدا وفرص التوفير كبيره جدا. انا ما تفائلش لما الاقي انه انا عملت خلاص اقصى ما عندي ولسه عندي مشكله. لا، انا لسه ما عملت مشروعات، ودي فرصه كبيره جدا للمشروعات. لازم بقى يواكب هذه المشروعات برضه. يعني انا عملت ثوره في المشروعات، اعمل معاها كمان ثوره اداريه ان شاء الله. خلينا ننقلك لصناعه اخرى بتأن، صناعه الحديد. واعتقد ان كان في قرار بخفض اسعار الغاز للحديد من 7 لـ 4.5 لبعض انواع الحديد، يعني بعض صناعات الحديد، لكل صناعات الحديد. طيب وبعدين هل تم تنفيذ هذا القرار؟ لا لسه لحد دلوقتي، وانا برضه بستغربه. يعني ده قرار هيوفر على الدوله حوالي 1,550,000,000 دولار. يعني كل شهر انا بتاخر بحوالي 100 وشويه مليون دولار. ده توفير على الدوله لا له علاقه بسعر بيع. بس واضح انه الدوله تراجعت عن هذا القرار، وفي تصريح لسيد رئيس وزير الصناعه انه القرار هيرجع تاني مجلس الوزراء. يعني انا يمكن ما تابعتش التصريح ده، لان انا بتابع انه يتنفذ. أنا بقول لحضرتك الدولة عندها كل شهر إضافي 100 وشوية مليون دولار تسيبهم؟ ما افتكرش. في صناع حديد أيضا شايفين إن القرار ده غير سليم، لأنه بيخدم فئة بعينها وما بيخدمش الفئة الصغيرة. صحيح كله مستفيد، لكن في النهاية اللي هيستفيد منه أكتر الصناع الكبار. لا يا فندم، مفيش حد بيستفيد عن حد. في حضرتك استثمارات موجودة، في معادلة اقتصادية سليمة بتعمليها. واكلم حضرتك كل ادعم وانا ليه ادعم سعر الغاز؟ انا زمان يا فندم لما كان حد بيجيب ست الحديد كنت بقول له يعني ليه، لان عارفين طبعا كان لها حساسيه، لكن ما ينفعش افكر باحساسي، لازم افكر يا فندم بفكر اقتصادي. انا عندي استثمارات قطاع خاص لكذا مصنع، بقول له باخد خامه رخيصه بحولها الى منتج نهائي. انا لا قفلت استيراد
فادح استيراد للناس. طب وليه انا ادعمه فادح الغاز؟ فادح ليه ما ادعمش الغاز يا فندم؟ امال انا بعمل ايه؟ انا بديله لا انت حضرتك بتستردي الفلوس تاني. معلش حضرتك بتيجي على الغاز، فرق سعر الغاز ده يتراوح حوالي 120 130 مليون دولار. انا فرق معايا كام؟ توفير مليار و300 مليون دولار استيراد خامه بدل خامه، دي اول حاجه. تاني حاجه نتيجه كده قدرت اصدر الواح تقريبا بحوالي 600 مليون دولار تاني ان شاء الله. وبعدين نتيجه العمليات دي بدفع ضريبه المبيعات حوالي 180 مليون دولار. ده يمكن ضريبه المبيعات اللي خدتها دي هي اللي حطيتها بدايه العمليه لسعر الغاز. يبقى انا لما قللت سعر الغاز دي نتج عني انا استفدت ايه؟ كل السلسله دي نتج عني استفدت ان انا وفرت للدوله، وفرت خدت فلوس انا اللي عملت بيها الدعم، وقللت كل الاستيراد ده، وبالعكس البضاعه بقت متوفره، ما بقاش فيها عجز بقى وقاعده طالعه نازله. هل انا وقفت الاستيراد؟ لا يا فندم. يبقى بتاكد انه العمليه الاقتصاديه دي هتؤدي الى ان السعر مازال منافس وما فيش اي زياده تحصل على المواطن فيها. يعني معلوماتك ايه عن هذا القرار؟ انت منتظر ان هو يتنفذ؟ وزير الصناعه بيقول انه داخل مجلس لا، وان شاء الله انا عندي ثقه عاليه انه هيتنفذ، واحنا نفضل وراه كمطالب انه ينفذ. ده من الاصلاحات الاساسيه، ومش هنقف عند دي بس يا فندم. اي صناعه شايفين ان ليها معادله اقتصاديه زي ما قلت لحضرتك كده، التخفيض اهو، يبقى انا هقدر ان انا اللي احط التخفيض من جيبي، انا مش هاخد حاجه من الحكومه، بل بالعكس هستفيد بيه اكتر. انما لو ما عنديش المعادله الاقتصاديه السليمه، لا انا اسيب الوضع زي ما هو موجود. زي ما بقول لحضرتك اليات دعم التصدير، قلت لحضرتك في الاول ايه؟ انا بقول هتنازل عن 50% للبنك بالاضافه، بس عشان الناس ما تتلخبطش، في ال 6 مليار دول للنظام اللي موجود الحالي، انا بطالب ب 10 مليار جداد. وبتقول ان كل جنيه بيوفر لي 2، وبعدين دولار. بجيب 50% منها، يعني حوالي 5.5 مليار دولار هدخلهم على طول خزانه الدوله، اللي بقى للاحتياطي وسد الاحتياجات. المصانع المتعثره اخبارها ايه؟ ده برضو حضرتك من الحاجات اللي متاخرين فيها في القرار. الصندوق اتعمل موجود 150 مليون جنيه هتبتدي بيه تكه. ده قرار متاخر في مجلس الوزراء. نتمنى كويس ان حضرتك فتحت الموضوع ده، كله مجرد قرار انشاء الصندوق ده يتم بس يا فندم. والفلوس موجوده؟ والفلوس البنك المركزي اعتقد الفلوس موجوده. لا مش البنك المركزي، موجوده من الصناديق، وهي اللي هتسدد من نفسها وهتشغل نفسها. تفتكر ايه اللي معطل الثوره الاداريه؟ طبعا في ريزيستنس وفي مقاومه من الداخل، لكن ايه المصالح؟ يعني قد ايه المصالح موقفه فكره انه نحن نسهل البيروقراطيه دي او نفكها؟ طيب اقول لحضرتك برضه انا متفائل تاني. يمكن حضرتك قلتي لي في الاول ان معدل التصنيف بتاع مصر نزل الى كذا. انا الرقم ده ما يفرقش معايا، لان ده مش الواقع. الواقع بتاع مصر احنا عندنا ارقام في قطاع غير رسمي للاسف كبير جدا، فوق 70%. ففي احد لقاءات بتاعه الغرفه الامريكيه مع صندوق النقد، فبيقولوا لهم انتوا الحكومه عندكم بتقول ان معدل النمو 4.5%، لكن هو الواقع فوق 10%. ليه؟ عشان القطاع غير رسمي. عشان القطاع غير رسمي. بس القطاع غير رسمي لا بيدفع ضرايب ولا. تخيلي بقى حضرتك الهدف بتاعي اضم القطاع الغير رسمي ده ليه؟ مش هشجعه بمميزات، انا لمجرد هشيل الحجر اللي قدام الميه انها تمشي. ازاي تضمه؟ ازاي حضرتك؟ مش عايز هم منظومه التراخيص طبقا للمعايير الدوليه، مش بالنظام اللي انا ماشي بيه. اوجد له اماكن على طول فورا، اتفضل حضرتك تعالى خد ورشتك واجرها. انا ليه ما اتعاملش مع الصناعه انها مول صناعي زي ما هو مول تجاري؟ انا ليه قاعد بعقد كل واحد، اتفضل هات لي معايير مش عارف ايه ومعايير ايه ومعايير ايه، وفي الاخر ما بتتعملش اللي انا مغالى فيها خلاص. وحضرتك عارفه طبعا ان بيبقى فيها مصالح وفيها يعني، بس مش عايزين نقعد نتكلم في انما بقول لحضرتك لا، بتتشال، شيل الحجر قدام الميه خليها تمشي. مصر دولة جاذبة بطبيعتها، مصر دولة لها موقع، سيب حضرتك موقع اقتصادي هام جدا، احنا فوق ال 90 مليون مواطن، احنا اكبر سوق مستهلك. حضرتك استغربي كده الحاجات الاستهلاكية اللي بتستخدم. طب انا لو عملتها اوجد للناس بس انها تشتغل، اخد جرأة وما يهمنيش
في القرارات او الثورات الاداريه اللي مطلوبه ان انا اعملها عشان تتماشى مع المشروعات برضو اللي هي اتخذت فيها. كل ما يجي حد يعمل ثوره اداريه اقول له هتخش السجن، لانه طبعا ذكرى الوزراء والمسؤولين اللي دخلوا السجون بحضرتك قلت ايه؟ ماده 115 و116 115 ل 119 معروفين يا فندم، انزلوا خدوا القرارات. شوف يا انت ليه قعدت نتعامل مع الناس ده خد ارض وبنى مصنع؟ ايه خد ارض وبنى مصنع؟ انا اللي بقول لحضرتك دلوقتي ادي الاراضي ببلاش، خلي الناس تعمل صناعات وتشتغل، بدل ما انا حطيت فلوس في الاراضي ادي الاراضي ببلاش يا فندم لكل الناس، من اول الشاب الصغير لحد المصانع الكبيره. احنا قاعدين بس مش اهدار ومش اهدار للمال العام، لان الناس تقول لك ده اهدار للمال العام. الناس اللي خدت الارض بدولار، الناس اللي خدت الارض بدولار دي عمرتها وعملتها في وقت ما كانش حد مستعد يروح الصحراء. يبقى اتفقنا ان الثوره لازم تمشي كده. اخر حاجه، وانا عارفه ان ليك مقترح برضو لجذب العمله الاجنبيه الجنسيه والناس اللي موجوده هنا في مصر. يعني احنا بنقول الناس تيجي تستثمر، الناس بتقول تعالوا اشتغلوا براحتكم. طيب الراجل اللي بيجي ده حضرتك بعمل له استعلام امني بالسنه والاثنين وحسب ما انا اشوف وطلع عينه، واوقات يبقى عنده مصنع هنا يروح يشتري خامه يجي يرجع مصر يقول له لا انت مش هتقدر يدخلوه. طب انا كمصري، ده انت حضرتك وقت الاخوان اسالي كده في دبي او في منطقه الامارات مصريين اشتروا شقق قد ايه؟ عشان ياخدوا الاقامه، عشان ياخدوا الاقامه، ياخدوا الاقامه. طب انت حضرتك هنا عندك سوريين وربنا يا رب يكرمهم، كل الاخوه اللي عندهم مشاكل سوريين ليبيين سودانيين بنعتبرهم جزء مننا معانا يا فندم، اديه له اقامه. إيه في زميل فاضل معرفش اللي حضرتك ولا لا اللي هو سامح صدي طلع باقتراح، هو قال يمكن رقم 20 مليار، انا بقول لحضرتك خلينا نتكلم في 5 مليار وده في ايدك فورا وهم مرحبين ان هو ياخد اقامه يا فندم، ياخد جنسيه حتى. هيحصل خدي وقت استعلامك براحتك. الناس بتروح كندا وامريكا واوروبا، اوروبا نفسها فاتحه دلوقتي تقول لك تعالي اشتري شقه واعملي كذا. واليونان، الناس بتروح اليونان، مصريين كتير بيروحوا اليونان عشان غيره وغيره، اسبانيا، كل الدول. انا بقى دوله امنه بالنسبه لناس كتير طبعا، وناس موجودين وعندهم شركات باسرهم بحياتهم، خليه يدفع وخدي سنه يا فندم على ما تستطيعي، خدي سنتين على ما تستطيعي، هتلاقي الناس دي مصانعها كبرت، هتلاقي الناس دي بدات تستثمر في البورصه، استقرت، بقيتي انت نقطة الجذب ليهم. يبقى عايزة تخايفين ان يبقى له طيار؟ بقول لحضرتك امنيا خدي وقت. وبعدين المجنس ده وزير الداخلية بيلغيها لا قدر الله لو عنده حاجة. ليه ما بناخدش القرارات دي؟ طلعت انا عارف هتطلع ناس تقول لك بتعملوا بتبيعوا في العالم كله على فكره، ناس تاخد اقامات كله. بتشتري شقه في بلد تاخد الاقامه، يعني لو استثمرت 500,000 دولار بتاخد الاقامه. حضرتك عارفه اللي سيبها لي مش عارف اربع سنين وانا اديك الايه، اشتري شقه في كل دول اوروبا الشرقيه، في كل دول اوروبا. يبقى في ايه؟ انت متفائل جدا زي ما قلت لحضرتك، اولا متفائل ان شايف فرص الاصلاح كتير قوي فرص، واقول لحضرتك لسه ما زال، خلينا نتكلم برضه حتى الاصلاح الرقابي لازم يتغير عندنا. انا عارف ان حضرتك ما عندكيش وقت، لكن لازم برضه نخرج من فكر الصناديق الخاصه اللي موجوده. انت حضرتك هدفك اخد مخالفات ولا هدفك ارفع مستوى الخدمه بتاع الناس، اشدد الرقابه واشددها بعدل، اشددها وانا بضمن ان الراجل اللي قدامي ده انا بحاسبه صح وهو ضامن انه بيتحاسب صح. عايزه ترفعي المرتبات للناس دي ارفعيها، بس ارفعيها على طريقه تقييم مختلفه. مش عايز اعرف الجرايد يقول لك احنا خدنا 40,000 مخالفه مرور، لا احنا مش عارفين باخدوها عليه. انا مش عايز كده، انا عايز حضرتك تقول لي انا شلت المطبات الصناعيه متوسط سرعه العربيه زادت لكذا بدون حوادث، واشوف عسكري المرور واقف تمام وواخد حقه وكله والظابط واللي يخالف يتصور ويدفع وتتسجل له في ملف يا فندم، ويدفع مخالفة مش لمجرد انه يدفعها ويمشي، لا انا اسف ده المره الاولى بكذا واطبقها فعلا المعايير، والمره الثانيه تسحب رخصته. وبقول لحضرتك ارفعي مرتبات بس ارفعيها مقابل رفع كفاءه. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد السويدي. الحقيقه ان في افكار كتيره هو طرحها باشمهندس، والمهم دلوقتي هو التطبيق. مهندس سويدي متفائل، وانا يعني هاخد منه هذا التفاؤل واختم بيه هذه الحلقه، واتمنى فعلا هو صريح، طريق الاصلاح طويل وصعب لكنه ممكن.
طبعا ممكن ان شاء الله باذن الله. وبشكركم اعزائي المشاهدين، بكره هنتقابل ونتابع، اتمنى ان قرار الدواء يطلع بكره من مجلس الوزراء، هنتابع معاكم كل هذه التفاصيل، واشكركم ونتقابل بكره باذن الله. وهذه لميس الحديدي تحييكم، صباح الخير.